الداتا في البيانات أو الدراسات بتتقسم لبرايمري ستادي وسكندري ستادي. سريعا كده نعدي عليهم طبقا للايم. قلنا observational أو experimental. الاكسبيرمنتال دول اللي هي الكلينيكال ترايلز أو التجارب السريرية، بتنقسم لنوعين، راندوم وممكن تكون راندوم، والراندوم نفسها أنواع من جوه. الاوبزرفيشنال الدراسة بتاعتك هتكون وصفية ولا تحليلية، وصفية دي زي الكروس سكشنال والكيس ريبورت والكيس سيريس. الاناليتيك نوع من انواع الكروس سكشن بيبقى اناليتيك، والنوعين التانيين الكوهورت ستادي والكيس كنترول ستادي. الكوهورت زي ما انتوا عارفين الدراسة اللي بيبقى فيها اكسبوجر وانا بحاول اخمن الاوتكم اللي ممكن يحصل، بينما الكيس كنترول ستادي هي الدراسة اللي انا بالفعل عندي اوتكم وانا عايز اخمن ايه كان الاكسبوجر او السبب في حدوث هذا الاوتكم. بينما الدراسات من حيث الوقت فهي ممكن تكون زي ما قلنا في الفيوتشر في المستقبل، زي اللونجيتيودينال ستادي اللي هي نفسها البروسبكتيف كوهورت، او الكلينيكال ترايل التجارب السريريه بتبقى فيها فولو اب، او الدراسات اللي في البريزنت في الوقت الحاضر الا وهي الكروس سكشنال، والدراسات اللي بتبص على الماضي هي الريتروسبكتيف كوهورت والكيس كنترول. وزي ما احنا عارفين ان الكل قاعده شواذ، فبنلاقي ساعات كيس كنترول بتبقى بروسبكتيف وساعات كمان بنلاقي كروس سكشنال بروسبكتيف. بالنسبه لنوع الداتا فالدراسات بتتقسم لبرايمري وسكندري. البرايمري هي الكلينيكال ستاديز وكمان اللابوراتوري ستادي او البيزك ريسيرش اللي هي سواء انيمال او على سيل تيشو كلتشر او اي اكويبمنت من اللي بيستخدموها جيناتكس مثلا اكستراكشن الدي ان اي وخلافه. الكلينيكال زي ما احنا عارفين احنا ممكن تكون كلينيكال ترايل بالفيزز بتاعتها المختلفه، او هتكون observational study زي اللي احنا اتكلمنا عنه. secondary فاحنا عندنا reviews سواء systematic review meta analysis او systematic review حتى بس من غير meta analysis او narrative review. فكده احنا اتكلمنا سريعا عن الاناتومي واتكلمنا سريعا عن الستادي ديزاين وهتعرفوا اهمية ده دلوقتي. احنا هنبدأ نتكلم عن الاناتومي اوف ريسيرش بيبر. الورقة البحثية بتتكون ازاي او بتبقى ايه اهم العناصر اللي موجودة فيه؟ اول حاجة هتقابلكم في الورقة البحثية هي عنوانها. محمد منير كان له اغنية شهيرة بتقول انا لا يهمني عنوانك، اغنية حدوتة مصرية. بس لا، احنا بالنسبة لنا في الورقة البحثية العنوان مهم، العنوان بيتفهم على اساسه حاجات كتير في الورقة البحثية. فالعنوان هو اول جزء او التايتل هو اول جزء بيقابلك في الورقة البحثية، فلازم تبقى فاهمه وعارفه كويس لان هو بيحدد لك طبيعة الورقة البحثية. تاني حاجة بتقابلك في الورقة البحثية عنصر الابستراكت او المختصر، وساعات في دراسات بيسمى السمري، حاجة بتلخص فيها الورقة البحثية. بالرغم ان الابستراكت بيكون موجود في اول صفحة الا انه اخر حاجة بتتكتب في الورقة البحثية، لانه هو عبارة عن تجميع لخلاصة اللي انت عملته في الدراسة كلها. بعد كده بنقابل سكشن زي الانترودكشن المقدمة بتبدأ تتكلم فيه، وبعدها الميثود، وبعد ما نلاقي سكشن الريزلت والديسكشن، وبعد الديسكشن هنقابل الكونكلوجن والريفرنس، وفي طبعا اي حاجه ليها زيادات. فاحنا بنقابل ساعات بعض السكشن الاضافيه اللي بتبقى موجوده في الورقه البحثيه. احنا كل سكشن من دول هناخده على حده ونبدا نتكلم عليه. بس قبل ما نتكلم عليه عايزه اذكركم، احنا اتكلمنا على الاستادي ديزاين عشان احنا عارفين ان الدراسات طبقا لنوع الداتا بتتقسم لبرايمري وسكندري. فالبرايمري ستراكشر الاستراكشر البرايمري ستادي الاستراكشر بتاعها هو نفس الاستراكشر اللي احنا لسه كنا متكلمين عليه، ثابت: تايتل، ابستراكت، انترودكشن، ميثود، ريزلت، ديسكشن، كونكلوجن، ريفرنس. بينما سيستماتيك ريفيو لحد ما بيكون نفس الاستراكشر بتاع البرايمري ستادي، على عكسهم بقى خالص الناريتيف ريفيو اللي هو الليتريتشر ريفيو احيانا بيبقى الاستراكشر بتاعه مختلف، بيبقى تايتل وانترودكشن، وبدل بقى الميثود والريزلت والديسكشن بدل الثلاث سكشن دول بيبقى فيه مين تكست او كونتكست محتوى كده او بودي اوف ذا ستادي، بيبقى من ثلاث لاربع سكشن عناوين رئيسيه بيتم مناقشتها، وبعد كده بيختموا بكونكلوجن وريفرنس. فاحنا عندنا عنصر زي التايتل والابستراكت، يمكن ساعات ابستراكت بيقابلنا كمان في الناريتيف ريفيو، بيبقى شبه ثابتين هما والريفرنس والكونكلوجن.
كل سكشن دلوقتي هنبدأ نشرحه طبقاً لثلاث حاجات بالظبط. الهدف من السكشن، السكشن ده بيتكتب ازاي، وازاي اعمل له تقييم. فنبدأ أول سكشن معانا، ألا وهو سكشن التايتل. سكشن التايتل أو العنوان، عنوان الدراسة الهدف منه إيه؟ هو الهدف منه إنه أنا كقارئ لأي ورقة بحثية لما هشوفه هنتبه إن العنوان ده فعلا أنا مهتم بيه، المادة العلمية اللي بتتشرح فيه دي تخصني، أنا مثلا مهتم بالكارديولوجي فبالتالي العنوان البحثي ده يشدني إن أنا أقرأ الورقة البحثية، أنا مهتم بالديابيتس فعنوان الورقة البحثية ده يشدني. فلازم عنوان الورقة البحثية يكون حاجة بتشد وبتجذب القارئ إن هو يقرأ ورقتك البحثية. المين فانكشن بتاعته هو ان هو يوصف لك ورقتك البحثيه بصوره ملخصه. خلينا نزوم على التايتل ده ونبص عليه. التايتل ده بيقول ايه؟ ذا افكت اوف البالم اويل اون البلازما ليبيد ريليتد تو كارديوفاسكولار ديزيز سيستماتيك ريفيو اند ميتا اناليسيس. البالم اويل ده اللي هو زيوت النخيل، هو عايز يشوف تاثير زيوت النخيل على البلازما ليبيد، تمام، الليبيدز اللي موجوده في البلازما في حالات واللي هي هتعمل مشاكل كارديوفاسكولار ديزيزز، مشاكل على القلب. ده عبارة عن دراسة كانت سيستماتيك ريفيو اند ميتا اناليسيس. ده بيكون شكل التايتل في اول الدراسة البحثية. طيب انا عشان اكتب عنوان زي اللي انا لسه شايفه ده بكتبه ازاي؟ والعنوان ده كتب طبقا لايه؟ يعني ايه اللي خلاه يكتب كلمه سيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس في الاخر وكتب كلمه افكت في الاول؟ ليه هو كاتبه بالشكل ده؟ تمام، احنا بنكتب العنوان طبقا لكراتيريا. الكراتيريا دي بنسميها بايكو كراتيريا. ايه بايكو كراتيريا دي؟ البي هي البوبوليشن او الناس اللي انا مستهدفهم في دراستي، الاي هي الانترفينشن او الاكسبوجر. وانتوا طبعا عارفين ان في انترفينشنال ستادي زي الراندوم كنترول ترايل بتبقى قايمه على ان انا عندي انترفينشن وكنترول، بينما الاوبزرفيشنال ستادي زي الكوهرت وزي الكيس كنترول بيبقوا قايمين ان انا عندي اكسبوجر والاكسبوجر قدامه كنترول جروب. فبالتالي طبقا لطبيعه الدراسه بتاعتي تاني عنصر في البايكو كريتيريا ممكن يكون انترفينشن او ممكن يكون اكسبوجر. تالت نقطه معايا هي الكنترول او الكومباتبل، ان هقارن الانترفينشن بايه او هقارن الاكسبوجر جروب اللي هم عندهم ديزيز معين بنون اكسبوجر جروب اللي هم ما عندهمش الديزيز ده. وبعد كده الاوتكم، ايه اللي انا عايز اطلع منه في الدراسه او اللي انا عايز اقيسه من دراستي البحثيه. اخر حاجه بنختم بيها الاس، ساعات بايكو بتبقى بايكوس. فالاس دي بترمز للاستادي ديزاين او طريقه تصميم الدراسه اللي هو احنا لسه متكلمين عنه فوق، يعني هو اخر حاجه بتذكره في التايتل بتاعك. طبعا طبعا زي ما احنا عارفين ان في استادي ديزاين، فبالتالي البايكو كريتيريا عناصرها بتبقى ثابته في دراسات وفي بعض الدراسات الثانيه بتختلف. زي ما احنا لسه قايلين ان هي بايكو بالاي يعني انترفينشن في حاله لو انا بستخدم اكسبيرمنتال ستادي زي الراندوم ترايل او النون راندوم ترايل، ولو انا اوبزرفيشنال فبتبقى بالاي مش بالاي، ولو انا ديسكريبتيف ستادي بتبقى بي او بس بوبوليشن واوت كوم. خلينا نبص على الاكزامبل ده ونطبق عليه البايكو. المثال بيقول استخدام الابره ده دراج بيستخدم اورال فوسفوستريز 4 انهبيتور في البيشنت اللي عندهم اثراتيك ارثرايتس اللي هو مرض الصدفيه وكرنت سكن انفولفمنت فيس 3 راندوم كنترول ترايل. تعال نطبق عنصر البايكو اللي احنا لسه شايفينه، البي اللي هي البوبوليشن، يبقى البوبوليشن الناس اللي عندها سروسز ارثرايتس اللي هو مرض الصدفيه وسكن انفولفمنت يبقى دول البيشنت. الانترفينشن بتاعي هو الابره، او ليه انا عرفت هو انترفينشن؟ لانه هيستخدم دواء والابره ده دواء، فهو دواء هيستخدم في علاج مرضى فانا كده بتدخل يبقى انا انترفينشن. تاني حاجه قالت لي ان انا انترفينشن اكتب لك راندوم كنترول ترايل يبقى تجربه، فبالتالي هي تجربه سريريه فهي انترفينشنال ستادي. يبقى انا عندي انترفينشن اللي هو الابره. طيب الكنترول مش متحدد هنا، فبالتالي انا ما اقدرش احكم هو الكنترول ايه. تمام، ممكن تحت بقى في الدراسه هتلاقي الدراسه دي الكنترول بتاعها عباره ان هو مستخدم الابره جرعتين، جرعه 30 مللي جرام وجرعه تانية 20 مللي جرام، وكمان
البلاسيبو اللي هو از كنترول، تمام؟ فكده هتبقى عرفت الكنترول، بس هو من التايتل مش محدد لك. طيب بعد كده هو عايز يشوف ايه، هو برضو الاوت كوم بتاعه مش محدد في الدراسة، هو مش محدد لك هو عايز يقيس ايه، بس الدراسة دي بعد كده لما هتمسكها وتقراها هتكتشف ان هو عايز يشوف السيفتي والافكاسي، فعالية وامان الدواء ده في علاج المرضى دول. يبقى انا طلعت من البايكو كراتيريا اللي قدامي دي بايه، طلعت ان هو هيشتغل على مرضى اسمهم المرضى اللي عندهم صدفية وسكن انفولفمنت، بالاضافة ان هو عنده انترفينشن اسمه ابرا، مش عارف انا ايه الكنترول ولا عارف ايه هو الاوتكم، بس عرفت الاستودي ديزاين اللي هي راندوم فيس 3 راندوم كنترول ترايل. طب خلينا ناخده الاكزامبل نفسه على الدراسه اللي كانت اسمها موجود فوق. هو انا بيقول الافكت اوف البالم اويل اون البلازما ليبيد كونسنتريشنز ريليتد تو كارديوفاسكولار ديزيز سيستماتيك ريفيو اند ميتا اناليسيس. يبقى مين المرضى اللي عندي؟ المرضى اللي عندهم كارديوفاسكولار ديزيز، تمام؟ هستخدم ايه انترفينشن بتاعي او ايه الحاجه اللي انا هستخدمها عشان العيال من البصل. ماشي، بس المهم مش تمام. الافكت عندي او الانترفينشن عندي هو البالم اويل. طب انا عرفت ليه هو انترفينشن؟ لان البالم اويل ده هو هيستهلكه في حاجه هتستهلك، فاللي هيستهلك ده يعني حاجه بتتدخل بيها، ممكن تكون كنترول عادي كوهرت ستادي، يعني هو بيتابع ناس من بعيد لبعيد وهو عايز يشوف الناس دي كانت بتاخد بالم اويل ولا ما بتاخدوش. لو انتوا تعرفوا سيستماتيك ريفيو ميتا اناليسيس، فهي تبقى دراسات عباره عن تجميعه لدراسات تانية سواء اوبزرفيشنال ستادي او اكسبيرمنتال، تمام؟ فبالتالي انا الدراسه عندي دي البايكو كريتيريا بتاعتها البيشنت، الناس اللي عندها كارديوفاسكولار ديزيزز. الانترفينشن او الاكسبوجر بتاعي هيبقى بالم اويل. طب انا اعرف هو انترفينشن ولا اكسبوجر فين؟ لما ادخل الميثود بتاعت السيستماتيك ريفيو ده واشوف هل هو بس بيلاحظ الناس اللي كانت بتستهلك البالم اويل في طبيعه اكلها وبتستخدمه على طول، ولا هو اصلا كان جايب جروب من الناس ومخليهم يستخدموا البالم اويل ويطبخوا بيه وياكلوا بيه وهكذا. فانت لسه ما تعرفش، فانت هتقول للاكسبوجر او الانترفينشن بتاعك بالم اويل. طب هتقارنه ايه بكنترول بايه؟ هو برضو مش محدد لك الكنترول هنا. الاوت كام هو عايز يشوف الافكسي، الافكت بتاعه على البلازما ليبت. بعد كده الاس اللي هي الاستودي ديزاين في الدراسه دي طبيعتها سيستماتيك ريفيو اند ميتا اناليسيس. ده بالنسبه لي التايتل. طيب انا خلصت التايتل بتاعي وكتبته، عشان انقد التايتل اللي انا كاتبه في ورقه بحثيه هنقده ازاي؟ عشان تسال نفسك وتقيم سؤالك البحثي لازم نفسك تسال نفسك كام سؤال كده. هل سؤالي البحثي واضح؟ فاحنا دلوقتي قرينا سؤالين بحثيين. هل السؤالين البحثيين احنا قرينهم كانوا واضحين؟ اول واحد اللي هو بتاع الافكت بتاع البالم اويل الى حد ما واضح، ولكن السؤال التاني مش واضح قوي لانه ما طلعليش هو عايز يميجر ايه في الدراسه، ايه هو الاوت كام بتاعه. فبالتالي بالنسبه لنا اول سؤالي الى حد ما كان كلير كويشن، بالنسبه لتاني سؤال ما كانش كلير. فلو انا بقيم الدراسه دي هدي اول دراسه 3 مثلا من 4 وتاني دراسه 2 من 4، تمام؟ فانت لازم تسأل نفسك وانت عامل ورقتك البحثية، هل سؤالي البحثي اللي انا كاتبه فوق سواء تايتل او حتى حطه كسؤال بحثي وبشتغل بيه تجربتي البحثية، هل هو clear question ولا مش clear، هو واضح ولا مش واضح. تاني حاجة، هل السؤال بتاعي focused ولا not focused؟ يعني ايه focused؟ يعني مركز، مركز على ناس معينين، وفي نفس الوقت هل هو مبني على دراسات سابقة والدراسات دي كانت ايفيدنس، ادله قويه طبقا لحاجه اسمها الاي بي ام او الايفيدنس بيست ميديسن. في الدراسات بترتب في بيراميد او جدول، اعلى حاجه خالص الميتا اناليسيس والسيستماتيك ريفيو، واقل حاجه خالص الاكسبرت اوبينيون وبعد كمان الانيمال ستاد. فتلقائي لازم اسال نفسي هل سؤالي محدد فوكس؟ بمعنى انت لقيت اول دراسه شغاله على المرضى بتوع ناس عندها كارديوفاسكولار ديزيز محدداهم، عايز تشوف الليبيد البلازما ليبيد كونسنتريشن في البيشنت اللي عندهم كارديوفاسكولار ديزيز بس، يعني فكده محدده سبيسيفيك فوكس ده حاجه معينه. الدراسه الثانيه برضو فوكس عايزه تشتغل على الناس اللي عندها مرض صدفيه او سوراتيك ارثرايتس، فبالتالي كده انا عندي السؤال البحثي كان فوكس فهم حققوا الشرط ده. طيب
تالت سؤال هسأله، هي الدراسة دي هي كانت based on evidence ولا لأ؟ يعني سؤالهم البحثي ده لما سألوه كانوا هم عندهم علم وخلفية بحثية عن الموضوع ولا هو الموضوع جديد؟ زي ايه مثلا؟ احنا دلوقتي شغالين على COVID-19 study. COVID-19 اصلا ما كانش حد عارفه قبل 2020 و2019 شهر ديسمبر، فبالتالي في دراسات بتتعمل عنه لأول مرة، مفيش أي previous study كانت معمولة قبلها أصلا أقدر أقيم الشغل ده ولا ما أقيموش، هل هو كان high evidence ولا لأ. فبالتالي فكرتك البحثية مثلا في COVID-19 تبقى جديدة محدش طبقها تقريبا، يعني إلى حد ما. بينما في مواضيع تانية زي الدايابيتس، كارديوفاسكولار ديزيزز، انت هتبقى في دراسات سابقة ليك منشورة، الا اذا انت مثلا طلعت مثلا بميكانيزم جديد او عملية جديدة محدش كان عارفها. فساعتها انت لو بتشتغل على حاجة كانت فعلا موجودة لازم يبقى كلامك اللي انت بتتكلم بيه هو كمان مبني على أدلة، والأدلة تكون قوية عشان تعمل دراسة قوية. فلازم تسأل نفسك السؤال ده، الدراسات اللي كانت منشورة عن نفس الموضوع ده قبل كده كان كإيفيدنس، كدليل علمي قوي، ولا كان دليل ضعيف؟ بتسأل نفسك سؤالك البحثي جديد. يعني احنا دلوقتي لو بنفكر نعمل دراسة عن استخدام الانسولين في علاج الديابيتس، الانسولين في علاج الديابيتس حاجة كتلت بحثا ومش من العشرينات، ده من الخمسينات القرن الماضي، فبالتالي سؤال قديم قوي. ولكن انت مثلا لو عايز تعمل دراسة عن الديابيتس يبقى مثلا تتكلم عن استخدام الميتفورمين في علاج الديابيتس، تستخدم أدوية حديثة لسه محل التجارب، ناس بتستخدمها وناس لأ، دول بتستخدمها ودول لأ، فده بالتالي يبقى سؤالك البحثي جديد. آخر حاجة إن أنت تشوف هل الباحث غطى في سؤاله البحثي أو حتى في عنوانه الفرضية البحثية بتاعته ولا لأ، أو ما تعرف بالهايبوثيسس. وهتكلم لكم كمان شوية عن الهايبوثيسس، أنا معرفش هل هي اتشرحت ولا لأ مع جزء الأيديا ولا لأ، بس هكلمكم عنها سريعا. فاحنا لما بنيجي نإيفاليويت هنإيفاليويت طبقا للأربع أسئلة اللي موجودين دول، وكمان هن evaluate ال idea بتاعتنا أو research question بتاعنا أو ال title بتاعنا طبقا للفينر كريتيريا، اللي يمكن أسئلة من دول كانت بتجاوب على جزء أجزاء منها. أول حاجة، هل فكرتي أو سؤالي البحثي أو ال title بتاع دراستي visible متاح؟ هل فكرتي أقدر أنفذها؟ هل عندي خبرة إن أنا أنفذها؟ هل عندي ميزانية إن أنا أقدر أنفذها؟ هل عندي موارد تسمح لي بكده؟ يعني أنا مثلا دلوقتي عايز أشتغل ترايل في مصر، الترايل دي أنا حطيت عنوان حلو قوي وقلت أنا هشتغل سؤالي البحثي. هو إيه علاقة السؤال البحثي؟ برضو ممكن حد يسأل هو إيه علاقة السؤال البحثي بالتايتل؟ هو غالبا السؤال البحثي هو اللي بيتكتب as a title، يعني سؤالك البحثي أنت بتكونه بتكتبه تايتل، أو الأيديا بتاعتك بتكتبها تايتل، فهم كلهم لهم علاقة ببعض. سؤالك البحثي لازم يكون إلى حد ما قابل للتطبيق. هل معايا ميزانية إن أنا أعمل الدراسة دي؟ فبالتالي يبقى سؤالي البحثي كان صح، فالعنوان اللي أنا افترضته لورقتي البحثية كان صح ولا لأ؟ تاني حاجة، هل الموضوع اللي أنا بناقشه ده موضوع مهم ولا لأ؟ هل هو جديد ولا لأ؟ زي ما قلنا إحنا لازم سؤالنا يكون جديد، ما ينفعش أروح أعمل دراسة عن استخدام الانسولين في علاج الدايابيتس الا اذا بقى كنت طالع مثلا بفيرجن جديده من الانسولين ما انزل الله بها من سلطان، فهي جديده جدا على العلم فانا بستخدمها وبعمل عليها تجارب بحثيه. اخر حاجه، هل سؤالي البحثي ايثيكال اخلاقي؟ يعني مثلا في دراسات بتنشر عنوانها البحثي مثلا عباره عن ان هو بيقارن بيشوف نسبة العنف أو الـ prevalence of violence between black and white. سؤال العنوان البحثي بتاعنا مش ethical، مش أخلاقي، فكرتنا البحثية اللي احنا مشينا بيها الدراسة أصلا مش أخلاقية، لأنها قايمة على عنصرة في الموضوع. أنت بتقارن بين إن الـ violence أو العنف منتشر أكتر مثلا في السمر ومش في البيض، فده لأ، دي عنصر، العنف ده شيء موجود مع كل البشر وكل البشر حالتها النفسية بتتغير، فبالتالي هيكون شخص عنيف، فده ملوش علاقة باللون ولا العرق ولا هكذا. فلازم سؤالك البحث يكون ethical وفي نفس الوقت يخضع للإيثيكالز بتاعة البحث العلمي. آخر حاجة، هل هو relevant؟ هل موضوعك البحثي مهم للبيئة العلمية اللي انت شغال فيها؟ هل هو له علاقة بالكلينيكال نيرفنت؟ سؤال قائم على دراسات سابقة، قائم على الساينتفك نوليدج اللي موجودة حاليا ولا لأ؟ فدي الطريقة اللي انت بتقيم بيها التايتل بتاعك اللي اسمها فينر كريتيريا FINER.
نتكلم سريعا عن الفرضية البحثية. هي الفرضية البحثية أكتر تتقال في الأيديا، فأنا ما أعرفش أنتوا سمعتوا عنها ولا لأ، بس عشان أنا جبت سيرتها يعني لو ما حدش سمع عنها هقولها سريعا. الفرضية البحثية أنواعها كتير، من ضمنها حاجة اسمها alternative hypothesis والnull hypothesis. alternative hypothesis أو ال H1 دي معناها إن أنا عايز أثبت إن في حاجة، بينما النال لأ مفيش حاجة. يعني إيه وفي ومفيش؟ الالترناتيف إن أنت مثلا عايز تقول إن في ريليشن بين دراج ودراج تاني، أو إن دراج افكت زان أنذر دراج، دراج إيه افكت زان دراج بي، أو دراج إيه مختلف عن دراج بي، أو إنه ده فعال عن الدراج ده. تمام، دي فرضيتك. بينما النال هايبوثيسيس لأ، بتقولك لا الدواء ده فعال ولا الدوايين بينهم اختلاف، ولا الدوايين واحد فيهم افكت عن التاني، الاتنين متساويين في القوة، او الاتنين حتى مش فعالين في العلاج. فالنال هايبوثيسيس هي عكس الالترناتيف هايبوثيسيس، هي الفرضية العكسية ليك، النال العدم. في نوعين تانيين من الهايبوثيسيس او الفرضية البحثية، نوع اسمه السيمبل ونوع اسمه الكومبلكس. السيمبل هايبوثيسيس هي الفرضية اللي بتربط بين شيئين، اتنين بس، حاجتين اتنين بس. يعني فرضية بتقول لك مثلا إن في علاقة بين أكل الخضروات ونقص الوزن، فهي كده ربطت بين أكل الخضروات حاجة واحدة ونقص الوزن loss of weight حاجة واحدة برضه. بينما الكومبلكس هايبوثيسيس لا، بتربط بين أكتر من حاجة قصاد أكتر من حاجة. يعني إيه؟ أكل الخضروات وممارسة الرياضة بيقللوا الوزن وبيحسنوا مثلا الكارديوفاسكولار سيستم، فكده هو ربط بين حاجتين قصاد حاجتين، اكتر من يعني 4 حاجات كده موجود في الدراسه بتاعتك، او اكتر من متغير موجود في الدراسه بتاعتك انت بتقيسه او بتشوف العلاقه ما بين. في نوع ثالث من الهايبوثيسيس اسمه الدايركشنال هايبوثيسيس والنون دايركشنال هايبوثيسيس. الدايركشنال يعني الريليشن او العلاقه بين الحاجتين دول واخدين اتجاه معين. زي ايه؟ زي ان انا مثلا لو في اطفال، الاطفال دول من ساعه ما اتولدوا وبناكلهم اكل كويس، فانت بتتوقع ان الناس دي بعد 5 سنين 6 سنين هتلاقيهم صحتهم جسمانيا كويسه، عندهم نسبه ذكائهم كويسه. ليه؟ لان هو كان بيتغذى تغذيه يعني حسنه. بينما اللي كان مثلا بيتغذى تغذيه سيئه هتلاقي صحته البدنيه بتزيد وبتتدهور وهكذا، حالته الجسمانيه بتتدهور. فدي علاقه بتاخد دايركت او اتجاه، فاللي هياكل كويس الدايركت بتاعه هيبقى امبروفمنت تحسن، بينما اللي هياكل وحش هيكون الدايركت بتاعه وحش هينزل لتحت. فده كده ريليشن او علاقه بين حاجتين واخد اتجاه معين. بينما النون دايركشنال لا، فرضيه بحثيه مش واخد اتجاه معين. زي انت عايز تشوف مثلا الريليشن بتوين الدكتور والستودنت، او بتوين الدكتورز اللي هو الدكاتره يعني الجامعيين بروفيسورز والستودنت الطلب، هل علاقه بيننا وبين الدكاتره علاقه مثلا حب جايز دي او دي، فبالتالي هي مش رايحه لاتجاه معين، لان المعظم بيبقى علاقه كره يعني نتيجه الامتحانات الشفوي، الا انها برضو في حد ما كريليشن مش واخده دايركشن معين، فبالتالي هي لسه واقفه لا راحت يمين ولا جت شمال. اخر انواع من الفرضيه البحثيه في الامبريكل وفي الاسوشيتيف والكوزيتيف. الامبريكال دي بيزد هايبوثيسيس او فرضيه بحثيه او سؤال بحثي مبني على فهمك لدليل او وجود دليل، بمعنى انت شغال دراسه بحثيه طلعت بميكانيزم معين، فقمت جاي واخد الميكانيزم ده وعملت دراسه بحثيه تانية جديده، فانت كده سؤالك ده مبني على دليل انت بالفعل لاحظته او شفته. بينما الاسوشيتيف هايبوثيسيس الاسوشيشن او الكوريليشن هي الترابط بين حاجتين، فسؤالك البحثي او الفرضيه البحثيه بتاعتك هنا بتربط بين حاجتين زي الاسوشيشن بتوين الويت واللينس الطول والوزن، هل في اسوشيشن ما بينهم؟ جايز في اسوشيشن. طيب الكوزيشن هايبوثيسيس، هل في حد منهم بيأثر على التاني؟ يعني مثلا لو احنا كلنا كتير بنطول، لا. هل احنا لو كلنا قليل بنقصر؟ لا. فبالتالي كده مفيش حاجة فيهم بتأثر على التاني، ولكن في بينهم association أو correlation اللي هو إيه؟ البادي ماس اندكس. إن أنت الويت واللينس لما بتحسبهم سوا بمعادلة ما بيطلع لك البادي ماس اندكس أو البي ام اي، فأنت كده ربطت ما بينهم بحاجة. إما الكوزيشن الطول مش بيسبب الوزن ولا الوزن بيسبب الطول.
الكوزيشن من اشهر امثلتها مثلا، ان اكزامبل بيقول لك ان الناس اللي بيجي لها هيربس زوستر احد الفيروسات، عرضة ان هم مثلا بعد 10 سنين يجي لهم ازمة اللي هو بالمونري ديزيز يعني. فبالتالي كده في حاجة اسوشيشن بتوين حاجتين، حاجة بتسبب حاجة. لو واحد جاله النهاردة هيربس زوستر عرضة انه في المستقبل يجي له ازمة، فكده حاجة بتسبب حاجة، يعني الهيربس زوستر ممكن يسبب الازمة. اشهر مثال لموضوع الاسوشيشن والكوزيشن الصنبرد والايس كريم، هل في بينهم حاجة؟ في بينهم كورليشن، ان الاتنين بيسيحوا او الاتنين بيتأثروا بالشمس، الشمس بتسيح الايس كريم والشمس هي اللي بتعمل الصنبرن، فالايس كريم السايح ده والصنبرن بينهم وبين بعض كورليشن. هل الصنبرن هو اللي خلى الايس كريم يسيح؟ لا، ولكن الشمس هي اللي خلت ده يسيح وهي اللي عملت الصنبرن، فالشمس هي كوزيشن، هي السبب، بينما الاتنين دول بينهم كورليشن. حبيت اتكلم سريعا عن الفرضية عشان خاطر انتوا سمعتوها في التايتل، ولان الفرضيه بتاعتك انت لازم بتحاول توضحها في التايتل، ولكن مش ان ديتيلز، انت مجرد بتدي نبذه سريعه عنها. نكمل بقى الاناتومي اوف الريسيرش بيبر، ودلوقتي الدور على الابستراكت. الابستراكت او السمري بتاع الدراسه ده بيبقى موجود تحت التايتل، يعني بديهيات، هو بيبقى موجود التايتل تحت التايتل اسامي المؤلفين، وتحت أسامي المؤلفين بتوع الورقة البحثية بنلاقي الأبستراكت أو السمري. السمري هو عبارة عن ملخص للورقة البحثية كلها، بالرغم من إن هو بيكون في أول صفحة، لأن هو زي ما قلت لكم بيتكتب في آخر الورقة البحثية، بلخص فيه ورقتي البحثية كلها. الأبستراكت منه نوعين، استراكتد ونون استراكتد. استراكتد يعني متقسم، ونون استراكتد مش متقسم. فالاستراكتد ده بيبقى إزاي؟ بيبقى نفس عناصر الورقة البحثية اللي جوه، اللي هي introduction، objective دي اللي هي الأهداف، والobjective دي بتبقى paragraph أو حاجة جوه الintroduction يعني، وبعد كده الميثود والresult والconclusion، يعني إلى حد ما نفس الstructure أو الأناتومي بتاع الريسيرش بيبر، بيبقى واضح في الستراكتد أبستراكت. يعني أنت بتاخد سطرين من الintroduction، سطرين من الميثود، سطرين من الresult والconclusion، وتكتب بيهم الأبستراكت بتاعك. بس طبعا بتكتبهم بلغة كويسة جدا عشان خاطر يكون اتراكتف لأي حد ان هو يقرأ البيبر ويكمل. بينما في بعض الدراسات بتبقى نون استراكتد ابستراكت، يعني الابستراكت بتاعها مش متقسم، زي ريفيوز وساعات الكيس ريبورتس وغيرهم من الدراسات، الابستراكت بتاعها ما بيكونش متقسم. خلينا ناخد اكزامبل. الابستراكت ده متقسم abstract, background, objective. objective دي اللي هي الايم بتاع الدراسة، method, result, conclusion. الباكجراوند بيقول لك، هتلاقيه بيكلمك عن تعريف سريع عن الموضوع، background يعني بيديك نبذة عن الموضوع، العنف against الهيلث كير وركر او العاملين بالقطاع الصحي، بيأثر على البرفورمانس، الاداء بتاعهم والكواليتي بتاعة الصحة اللي هم بيقدموها للبيشنت، تمام، او الخدمة الصحية اللي هم بيقدموها. الهدف من الدراسة ان هم بيقيسوا البريفلنس، معدل انتشار العنف ضد العنف في اماكن العمل، وبالتحديد هم واخدين الاطباء والممرضين في قسم الطوارئ. ده بالنسبة للايم او الاوبجكتيف بتاع الدراسة. الميثود هو عامل كروس سيكشنال ستادي، الدراسة دي معمولة في مصر، خد حاجة معينة أو الناس اللي كانت معاه في الدراسة عددهم 178 شخص دكتورة ممرض، استخدم برنامج إحصائي اسمه SPSS عشان يعمل الاستاتيستيكال أناليسز اللي هتبقى موجودة في الورقة البحثية. الريزلت بتاعته هتلاقيه بيقولك إيه، هو طلع بالمين ريزلت، بتلاقيه هنا بيوصف المين ريزلت، أهم نتائج طلع بيها إن عدد الناس اللي كانت معاه في البحث كام، النسبة دي مثلا فيهم، النسبة اللي هم 178 دول كان 16.3 منهم ممرضين، و 39.3 منهم امتياز، و 44.4 دكاترة يعني متخرجين بالفعل، 57.5 كان منهم سيدات، والباقي و 76% 1/10 كانوا ناس سنجل يعني عازب او عازباء، يعني اسمها ايه، انسه، يعني مش متزوجين. بس هو بقى عمل الاستبيان بتاعه ده، قعد لمده 12 شهر، يعني قعد يجمع الداتا دي لمده 12 شهر،
او بيملى الاستبيان ده على مستوى مصر يعني كل خلال 12 شهر. بس هو عمال يكلمك على المين ريزلتس اللي طلعت من الدراسة بتاعته. بعد كده الكونكلوجن بيقولك ان العنف ضد الاطباء او الممرضين في القطاع الطبي طلع منتشر بالفعل، يعني هم طلعوا بان فعلا في انتشار للعنف، والداتا دي اللي في الدراسة هي يعني بتأثر. هو بيقولك ان الداتا دي هايلايت يعني نيد تو مور افورت ان الشرطه والقانون يبدا ياخد مجراه تجاه حمايه الصف اللي موجود فيه اقسام الطوارئ. فهم بالفعل اكتشفوا ان في عنف قايم ضد الاطباء. طيب في انواع تانية من الابستراكت زي ما قلنا، ده استراكتد متقسم، ده نون استراكتد، دي دراسه كيس ستادي، دراسه بتدرس حاله واحده بس. الحالة دي عندها ستيفن جون سندروم، سندروم كده معينة بس. الابستراكت بتاعها زي ما احنا شايفين مش متقسم، 5 6 سطور تحت بعضهم بيتكلموا عن الموضوع بصورة عامة، ولكن مش استراكتد، مش متقسم لسكاشن باك جراوند اوبجيكتيف او ايه ميثود ريزلت كونكلوجن، مفيش فيه التقسيمة دي. فكده احنا شفنا الابستراكت وعرفنا الهدف منه. طيب الهدف الابستراكت احنا بنكتبه فين؟ احنا قلنا بنكتبه في آخر الورقة البحثية بعد ما بنخلص الورقة البحثية، يعني في الآخر كزمان مش كمكان. ولكن احنا بنكتبه فين؟ بنكتبه في أول الورقة البحثية، نحطها في أولها خالص تحت العنوان. بنكتبه ازاي؟ بنلخص كل سيكشن احنا كتبناه في ورقتنا البحثية ونكتبه، يعني احنا بنلخص الباك جراوند بتاعت الانترودكشن في صورة سطرين ثلاثة يعبروا عنها بصورة كرييتيف وبلغة سيمبل ونكتبه، تمام. بينما بقى سيكشن الميثود برضو بنختصره. سيكشن الميثود ده لما هنيجي ناخده هنلاقيه بيبقى تحته صب تايتل كتير او عناوين تانية فرعية جواه كتير، فاحنا برضو بنحاول نختصر كل عنوان فرعي من دول ونعبر عنه في سطرين في الابستراكت. كذلك الريزلت، كذلك الكونكلوجن. فما هو الا سمري، ولكن السمري ده تتطلب انك تكتبه بلغة كويسة عشان تكون اتراكتد. طب ليه عنصر الاتراكشن ده مهم؟ اولا انا لو بصيت على التايتل والابستراكت ولقيتهم شدوني هكمل الورقه البحثيه واقراهم. هل قريت الورقه البحثيه ده مهم؟ بيتحسب على المواقع اللي هي انت ناشر فيها او الجورنال، او حتى كمان لو ضايف الورقه البحثيه على موقع اسمه ريسيرش جيت، موقع للباحثين، بوابه الباحثين. الموقع ده بيحسب عدد الريدنج، عدد مرات القراءه بتاع كل ورقه البحثيه. حتى الجورنال او المجال اللي انت ناشر فيها ورقتك البحثيه بتحسب عدد مرات قراءه الورقه. فبالتالي ان الورقه بتتقرأ معناها كده ان هي هتكون زي كده ترند، زي الهاشتاج كده على تويتر، هتكون موجوده فوق على طول. الموست سايتيدد بتلاقي جورنال حاطط لك الدراسات الاكثر اقتباسا، الدراسات الاكثر قراءه. فدراستك لما تتقري كتير هتبقى موجوده في اول جورنال، فعامل ان هي تقتبس منها او يتم الاستعانه بيها في ابحاث تانية هيبقى جديد. دي حاجه. تاني حاجه، في جورنالز بتكون مفتوحه، بمعنى ايه؟ ان هي متاحه ان انت تشوف محتوى الورقه البحثيه كله مجاني، وفي جورنالز تانية بتبقى مغلقه، بمعنى انت ما بتقدرش تشوف كل الورقه البحثيه، مجرد بس بتشوف التايتل والابستراكت. وعشان تشوف بقيه الورقه البحثيه بتدفع فلوس عشان تشوف بقيتها. فلو انت كاتب التايتل والابستراكت كويس، ده هيبقى عامل حلو جدا ان الناس تتشد لورقتك البحثيه وتكملها، فبالتالي تدفع فلوس ان هي تكمل ورقتك البحثيه، فدي حاجه حلوه. تالت حاجه برضو مميزه، ان دراسات في المجال الطبي معظمها باللغه الانجليزيه، يعني مثلا 80%، ولكن ده لا يعني ان في لغات تانية زي الروسي والالماني والفرنساوي وغيرهم، اللغات دي بتبقى موجوده. بالرغم ان البيبر كلها بتبقى مثلا موجوده بالفرنساوي او الالماني، لانهم بيكتبوا الابستراكت والتايتل بالالماني وبالانجليزي عشان خاطر مدى اهميه التايتل ان هو يبقى موضح ورقتك البحثيه ومختصرها، يعني حرفيا كده حاجه بتنور. هو اللي بينور ورقتك البحثية لو مكتوب بلغة حلوة وكويسة، وهيخلي أي حد يكمل ورقتك البحثية بحيث يقراها ويشوف هي طلعت بإيه في الآخر. فإحنا خدنا الإكزامبلز دي وبصينا عليه. طيب أنا كتابة الأبستراكت بتاعي عملت سمري لكل سيكشن مهم في الورقة البحثية بتاعتي وبدأت أبص عليه. طيب دلوقتي أنا عشان أقيمه طبقا لإيه؟ هسأل نفسي الثلاث أسئلة دول.
هل احنا عندنا قلنا ان هو بيبقى ساعات structured و non-structured. طب الstructured احنا عارفين هو بيتقسم method objective result. طب non-structured non-structured بيبقى نفس العناصر مكتوبة فيه بس مش يعني هو مش بس عايز يكتب اسمها بس هو شامل برضو معلومات من الميثود على معلومة من الأوبجيكتيف أو الهدف بتاع الدراسة على معلومة من الريزلت ومجمع. فأنت لما تيجي تقرأ الأبستراكت بتاعك عشان تقيمه لازم نفسك تسأل نفسك الأسئلة دي: هل الهدف بتاعي واضح؟ هل أنا فعلا الحاجة اللي أنا عايز أقيسها أو عايز أشتغلها أو فرضيتي البحثية الهايبوثيسيس بتاعتي واضحة ولا لا؟ لو أنا فرضيتي البحثية مبهمة وسؤالي البحثي مبهم وهدفي من الدراسة مبهم يبقى الأبستراكت هيبقى وحش جدا، فلازم أوضح حاجة زي كده. في حد فتح المايك. تاني حاجة لازم نسأل نفسنا: هل إحنا وضحنا في الأبستراكت إزاي الدراسة بتاعتنا اتعملت؟ يعني إحنا دلوقتي لما قرينا أول أبستراكت لقيناه بيقول إن هم عملوا كروس سكشنال ستادي، فكده أنا عرفت الميثود أو الستادي ديزاين، فأنا كده عرفت الدراسة عملت ازاي. فلازم توضح لي في الابستراكت دراستك البحثيه دي الميثود بتاعها ايه. هل انت بقى بالفعل بعد ما بتكتب الابستراكت بتاعك لازم تسال نفسك: هل انا موضح ان الدراسه بتاعتي مشيت ازاي ولا لا؟ لو موضح يبقى انت تمام، لو مش موضح لا يبقى انت عندك ديفكت. طيب اخر حاجه بتسالها لنفسك: هل انا وضحت بصوره مبسطه وواضحه للناس انا طلعت بايه من الدراسه بتاعتي، ايه الريزلت او ايه الكونكلوجن المهم بتاعي ولا لا؟ لو انا وضحت للناس كده، وضحت لهم هدفي بصوره سهله ومبسطه، وضحت لهم انا عملت دراستي ازاي، وضحت لهم الريزلتس بتاعتي، انا كده ابستراكت كويس زي اول ابستراكت احنا قريناه. طيب تكمله لبقيه العناصر في ريسيرش بيبر، دلوقتي الدور على الانترودكشن، المقدمه. الانترودكشن كسكشن الهدف منه اولا هي ساعات بتسمى في بعض الاوراق البحثيه باك جراوند، يعني برضو موضوع عام او ازاي تتكلم فيها. بتتكون من ايه؟ بتتكون من 3 لـ4 سكاشن. طيب الانترودكشن خليني قبل نشوف الاكزامبل نبص عليها. الانترودكشن عشان تتكتب محتاجه تجاوب على 3 اسئله. احنا قلنا هي بتتكون من كام؟ من باجرافين لـ3، وبتبقى موجودة فين؟ في بعد الأبستراكت على طول. طيب إيه الأسئلة اللي أنا لما جاوبها أبقى كتبت ورقتي أو كتبت الانترودكشن بتاعتي؟ الانترودكشن بتاعتك عشان تكتبها لازم تجاوب على الـ3 أسئلة دي. أنت هتكتب 3 باراجرافات، كل باراجراف أو باراجرافين، كل باراجراف بيكون أو بيرد على سؤال. أول باراجراف عندي لازم يقول إحنا نعرف إيه عن الموضوع، What we know. تاني باراجراف يقول ايه المشكلة اللي موجودة او ايه الجاب، ايه الفجوة العلمية اللي موجودة اللي انا اصلا خلتني افكر في البحث ده وانفذه. فبالتالي تالت باراجراف عندي هو الايه. يبقى انا اول باراجراف بعرف الناس انا ايه اللي احنا نعرفه عن الموضوع. يعني انت مثلا عايز تتكلم عن الدايابيتس، فانت لازم في اول باراجراف تبدأ تشرح له ايه هو الدايابيتس وايه انواعه وبيحصل ازاي. او انت لو واخد نوع معين من الدايابيتس زي دايابيتس ميليتس تايب 2، فانت لازم تاخد تايب 2 ده بقى وتشرحه له بيحصل ازاي وهكذا. طيب ايه اللي احنا مثلا ما نعرفوش؟ احنا انت عايز تستخدم دراسه بتتكلم عن تاثير الميتفورمين في علاج الدايابيتس، وهل الميتفورمين فعال ولا مش فعال. طيب انت ايه جاب بقى، ايه الساينتفك جاب، ايه الفجوه العلميه اللي احنا ما نعرفوش؟ احنا مثلا ما نعرفش هل الميتفورمين فعال ولا مش فعال في العلاج، فانت بقى عايز تعمل دراسه تقيس فعاليه وتطلع لنا في الاخر تثبت هل هو فعلا فعال ولا لا. تالت باراجراف بيبقى معاك في المقدمه هو هدفك ان انت عامل الدراسه البحثيه دي عشان خاطر تشوف هل فعلا الميتفورمين او تميجر الافكاسي بتاعه الميتفورمين ان تريتمنت اوف دايابيتس ميليتس ولا لا. فالاكزامبل نفسه موجود، تعالوا نبص عليه. دي اكزامبل لانترودكشن. موضوع اللي هو السوراسيس ارثرايتس هو مرض، لقيته هو هيبدا يشرح لك احنا نعرف ايه. بيشرح لك ان السوراسيس ارثرايتس ده مرض مناعي مزمن بيحصل في سوالوينج وفي الجوينت، والجوينت بتبقى تندر وبينفول وهكذا. وبعد كده بيتكلم لك عن بقيه وهو له مشاكل، يعني بيأثر على المشاكل بتاع، يعني بيأثر عليك وعلى حياتك. تمام. فهو كده من الحد رقم 1 و4 دي، ده كله تعريف عام بالمرض. تاني باراجراف ده
خلينا بس نعديه دلوقتي اللي هو تاني باراجراف ده وننقل على الجملة دي. تمام، هنا بيقول لك بيعرفك الأبرة اللي هو الدراج هو يستخدمه في الدواء او الدواء اللي هو يستخدمه في العلاج، هيبدأ يعرفك هو الدواء ده ايه، تمام، وطبيعته او الميكانيزم اللي هو بيشتغل بيه ازاي، اللي هو بيعمل انهبيشن الفوسفودايستريس 4، تمام، بيحول السايكليك اي ام بي ل اي ام بي وهكذا. فهو كده شرح لك الميكانيزم بتاع الدواء وعرف لك المرض. طيب ايه ده كده اللي احنا نعرفه؟ طب ايه الجاب بقى؟ احنا ممكن تلاقي الباراجرافات بنفس السلسله اللي احنا كتبناه اللي هو الثلاث اسئله، ممكن تلاقيهم ايه زي دي بالظبط كده، هنا معرف الدراج او معرف المرض، وبعد كده هنا في الجزئيه دي اللي احنا سبناها هنا الجاب العلميه او الفجوه العلميه اللي احنا ما نعرفهاش، وبعد كده هرجع اعرف تاني الدواء. تمام، فهو ممكن تلاقيهم مش بنفس السيكونس بتاعت الاسئله. فانت كده عرفت هو ايه المرض وعرفت ايه هو الدواء وبيستخدموا ازاي او الميكانيزمات بتاعتهم ازاي. تاني باراجراف بيقول لك ان في ليتل ايفيدنس، ليتل ايفيدنس هو جالك للفجوه العلميه ان في عدد دراسات قليل، فبالتالي انا مش قادر اثبت حاجه او اجزم هل هي فعاله ولا لا، فيبقى دي الفجوه العلميه اللي عندي اللي انا عايز فعلا اغطيها. لقيته بيقول لك ان في ادله قليله بتتكلم عن تاثير مجموع درجات معينه اسمها موديفايد انتي روماتيك دراجز في التريت زي الميزوتريكسات في التريتمنت في الناس اللي عندها اسوراسيس ارثرايتس، في ادله ضعيفه، فبالتالي الدراسات دي ما اثبتتش هل فعلا ان احنا نقدر نفهم الافكاسي بتاعه الدراجات دي في العلاج ولا لا. تمام، فيبقى التالي الغرض بتاع الدراسه دي هو ان انا اقيس الافكاسي بتاع الابره ان تريتمنت اوف اسوراسيس. يبقى انا دلوقتي فهمت من الانترودكشن ان هو كلمني عن اسوراسيس ارثرايتس كمرض وشرح لي بيحصل ازاي وتاثيره مثلا على الفيزيكال فانكشن بتاعه الجسم واللايف كواليتي. تاني حاجة شرح لي الأبرم ليست اللي هو الدراج اللي هيتم استخدامه في العلاج وشرح لي الميكانيزم بتاعه. فكده أنا عرفت إيه اللي هو what we know، إحنا نعرف إيه عن الموضوع ده اللي هو العلم أثبته بالفعل. ولو لاحظتوا إن الجملة دي التعريف بتاع المرض في آخر 1 و4، يعني ده الريفرنس أو السيتيشن أو الاقتباس، هو مقتبس من الدراسات دي لأن بالفعل ده إحنا نعرفه. وكذلك لو بصيتوا على الميكانيزم بتاع الأبرة وشرحه هتلاقي هو جايبه من دراسة رقم 10، فده المصدر أو الريفرنس بتاعي. بينما بقى الميكانيزم لما جه أو الليتل ايفيدنس أو الجاب بتاع الساينس مجرد بيقول إن في ليتل ايفيدنس يعني عدد أدلة يقول لي 5 6 دراسات اللي هم من 5 ل 9، يعني 5 و6 و7 و8 و9، 5 دراسات بس اللي اتكلموا عن الموضوع، فبالتالي ده ليتل ايفيدنس عدد دراسات قليل قوي ان انا اقدر اثبت ان هو فعلا افكتيف ولا لا. فهو عامل الدراسه دي عشان الايم اللي في الاخر ده ان هو يقيس الافكاسي بتاع الدراج في التريتمنت. طيب الدراسه دي عباره عن كلينيكال ترايل فيز 3، فبالتالي دي دراسه معموله اتعملت فيز 1 وفي ودي الفيز الثالثه بتاعتها، فهم بيكملوا الفيز الثالثه على عينه اكبر وخلافه عشان خاطر يشوفوا تاثير هذا المرض او هذا الدواء في علاج المرض. فكده وضحت الانترودكشن بتاعتي بتبقى مكتوبه ازاي وايه الهدف منها، ولما بتتكتب بتتكتب ازاي. ببقى فيها 3 بارتس، اول بارتس بقول انا عارف ايه، تاني بارت انا ما اعرفش ايه او ايه الجاب اللي العلم سايبها وايه الفجوه العلميه اللي موجوده، عدد دراسات قليل عن موضوع مش مثبت وهكذا. فبالتالي انا الهدف بتاعي هو ان انا اغطي الجاب العلميه دي او الفجوه العلميه دي بان انا بعمل الدراسه البحثيه بتاعتي. انا بعد ما كتبت الانترودكشن بتاعتي عايز اقيمها evaluate my introduction. لازم تسال نفسك هل الانترودكشن بتاعتك غطت الثلاث اسئله اللي احنا لسه قايلينهم فوق ولا لا. فبتسال نفسك 5 اسئله، هل واضح احنا نعرف ايه عن الموضوع بالفعل، الدراسه اللي احنا لسه باصين عليها اللي هي دي موضحه احنا نعرف ايه عن السوراسيس ارثرايتس، وضحت احنا نعرف ايه عن الدواء اللي هيستخدم، وضحت الميكانيزم، فبالتالي هل كلير ولا لا؟ لا كلير، فالدراسه دي تاخد 1 من 10 دلوقتي او 1 من 5. طيب تاني حاجه، هل السؤال الريسيرش كويستشن اللي احنا اتكلمنا عنه موضح كويس او اوريدي نون، يعني اعطانا ما بالفعل نعرفه عن الموضوع؟
هو السؤال البحثي بتاعهم كان بيقول استخدام الأبرة وما اتكلمش في الأول عن الإفكاسي ولا اتكلم عن الأوتكم اللي هو عايز هو استخدمه في العلاج. فلو السؤال البحثي ده كان فعلا بيوضح لنا وبيعطينا ما احنا اللي احنا نعرفه عن الموضوع، هو إلى حد ما يمكن بيقرب لنا اللي الدراسة فعلا عايزة تعمله، أو اللي الدراسة فعلا بتهدفه، أو اللي الدراسة فعلا موضحة. تالت حاجة، هل سؤالنا البحثي مضغط كويس في الانترودكشن؟ احنا اتكلمنا في التايتل ان كان التايتل بتاعهم عبارة عن استخدام الأبرة in treatment of patient with psoriasis arthritis and current skin involvement phase 3 random control trial. فبالتالي سؤالهم البحثي لا اضغط كويس لحد ما، عرفني ايه هو الدواء اللي استخدم وشرحه لي في باراجراف، وعرفني المرض اللي هو ده وشرحه لي في باراجراف وكلمني عن المشاكل بتاعته، تمام. فبالتالي يبقى انا سؤالي البحثي او السؤال العلمي بتاعي اللي هو التايتل اضغط كويس في الانترودكشن، فهو كليرلي اوتلاين، تمام. رابع نقطة، هل سؤالي البحثي مهم ولا لا؟ وليه سؤالي البحثي مهم؟ سؤالي البحثي ده مهم، مهم ليه؟ لانه هيقيس لي الافكاسي. طب ليه هو مهم؟ مهم عشان خاطر في ليتل ايفيدنس عن الموضوع، في ادله قليله عن ان عن الابره بيستخدم في تريتمنت السوراس الارثرايتس. فبالتالي انا سؤالي البحثي مهم، مهم لانه هيغطي ويضيف، هو تجربه سريريه هتضيف للعلم ريزلتس او نتائج تقول فعلا هل هو افكت ولا نوت افكت، وهل هو سيف ولا نوت سيف، وهكذا. آخر حاجة، هل سؤالي البحثي ده أو هل الانترودكشن بتاعتي ذكرت دراسات سابقة اتكلمت عن الموضوع؟ الدراسات دي قالت إن في ليتل ايفيدنس، وذكرت من ريفرنس رقم 5 لـ 9 زي ما انتوا شايفين، ريفرنس من 5 لـ 9 بيقولك ليتل ايفيدنس، ما هو عامل منشن للليتل ايفيدنس، ذكر الليتل ايفيدنس. فبالتالي هو اعتمد برضو على ما هو سبق نشره من العلم او اللي هو البريفيوس وورك اللي له علاقه بالسؤال البحثي. فالانترودكشن دي لو احنا عايزين نقيمها هنديها كام؟ هنديها 5 من 5، هي كويسه وجاوبت فعلا على السؤال البحثي وجاوبت فعلا عن الاسئله اللي الانترودكشن لما بتتكتب لازم تجاوب عليهم. طيب دلوقتي الرول على سيكشن الميثود. قبل ما نبدأ سيكشن الميثود احب افكركم بحاجه حلوه قوي اسمها الجايد لاين. الجايد لاينز انت ممكن تكون سمعت عنها كده طشاش سريع ادم دخلت مجال الريسر، ان بيبقى في حاجه اسمها جايد لاين احنا بنمشي عليه. جايد يعني مرشد، حتى انا عملت ليكم خطين خضرة على الجنب عشان خاطر زي بتوع الطريق كده، لو انت لو ماشي عليهم الشغل هيطلع مظبوط وتمام. فالجايد او الجايد لاينز او الجايدز المرشدين او الحاجات اللي بترشدك في دراستك البحثيه بتحاول قدر الامكان ان شغلك يطلع حلو. الجايد لاينز انواع، اول نوع اسمه جنرال جايد لاينز، جايد لاينز الجايد لاينز العامه. الجايد لاينز العامه دي كل دراسه بيكون ليها جايد خاص بيها، بمعنى احنا عندنا كيس ريبورت، عندنا كيس سيريس، عندنا راندوم ترايل، عندنا كروس سكشنال او اوبزرفيشنال ستادي، كل دراسه من دول ليها جايد لاين خاص بيها. الجايد لاين ده بيبقى فيه تفاصيل التفاصيل، لما انت بتمسكه تقراه بتعرف دراستك البحثيه ده انت هتمشيها من الالف للياء ازاي بالظبط كده. خلينا ناخد اكزامبل، في موقع اسمه الاكويتور، الموقع ده عليه حوالي 210 جايد لاين، 210 يعني 2-1-0، متخيلين؟ هل هو معمول له كل الدراسات البحثيه؟ طبعا لا، في حاجات تانية غير الدراسات ليها جايد لاينز. اشهر الدراسات عندنا الراندوم ترايل، خلينا ندخل زوم لو الخط مش واضح. الراندوم ترايل ليها جايد لاين اسمه كونسورت، كونسورت دي اختصار، يعني سيدي اختصار حاجه اختصار حاجه لان اختصار حاجه وهكذا، دي مش يعني هي مش كلمه انجليزيه صحيحه او علم يعني، ممكن كونسورت دي تطلع كلمه بمعنى تاني بس هي هنا اختصار. استروب ده الجايد لاين الخاص بالاوبزرفيشنال ستادي. السيستماتيك ريفيو بيبقى ليها جايد لاين خاص اسمه بايريزم، البايريزم بيبقى للسيستماتيك ريفيو والميتا اناليسيس الاثنين سوا،
وكمان سبحان الله بقى يعني عشان ايه نحاول نكون ادق في علمنا، الميتا اناليسز طلع لها جايد لاين كمان خاص بيها عشان لما تشتغلها تبقى عارف. البروتوكولز ما اعرفش انت سمعت عنها ولا لا، بس البروتوكول ده كده زي البروبوزل. احنا عندنا هنا الجمعيه في عين شمس عندنا مثلا بروجكت انتي اف جي ام، بروجكت مثلا فيرست ايد، بنبقى كاتبين بروبوزل او البروجكت بتاعنا واللي هنمشي ازاي ومين اللوكال كوردينيتور ومين الاسيستنت ومين اللي ماسك اللجنه اللورا اللومي الكلام ده كله. وبنبقى كاتبين احنا هنشتغل ايه، كام سيشن فيزيكال ولا اونلاين ولا مش عارفه ايه، وبنبقى كاتبين التايم لاين بتاع كل فيز منهم هتبقى امتى، وكمان بنكتب في النهايه البادجت بتاعتنا كيف. فده البروتوكول بتاع البروجكت بتاعنا، ده شكل البروتوكول بتاع البروجكت. بيبقى فيه زيه كده بالظبط بروتوكول خاص بالدراسه، انت بتعمل بروتوكول لنفسك عشان تقول انا همشي دراستي ازاي، وبتعد تمشي عليه كده تعلم عليه صح غلط، انا فعلا مشيت ده ومشيتش ده وعملت خطوه دي ولسه ما عملتش خطوه. حتى البروتوكول نفسه اللي انت بتكتبه عشان تمشي دراستك له جايد لاين خاصه بيه. الكيس ريبورت ليهم، الجايد لاينز نفسها ليها جايد لاينز عشان تتكتب، يعني انت عشان تطلع اللي هو من اين وجد الخلق يا جماعه، يعني الجايد لاينز ليها جايد لاينز عشان تتكتب. فانت مثلا طلعت باي البلاجيريزم، ففي واحد جه بعدك قال لا انا عايز اعمل للميتا اناليسز جايد لاين خاص، فهو عشان يعمل الجايد لاين للميتا اناليسز لازم يلتزم بالكلينيكال براكتس جايد لاين، تمام؟ الانيمال ستادي، الايكونوميك ستادي او ايفالويشن زي الكوست افيكاسي ستادي وغيرها يعني من الدراسات. كل دراسه بيبقى ليها جايد لاين، الجايد لاين ده مرشد لما بتمشي عليه شغلك بيبقى تمام التمام. تمام، دي حاجه اسمها جنرال جايد لاينز، وزي ما قلت لكم بتبقى موجوده على موقع اسمه الاكويتور. طيب في نوع تاني من الجايد لاين اسمها جورنال جايد لاين او الجايد لاينز بتاعت الجورنال. الجايد لاين الجنرال هي اللي بتمشيك الدراسه، بينما الجورنال جايد لاينز هي الجايد لاينز اللي محطوطه من كل جورنال عشان شكل الورقه البحثيه بس. لو انتوا شفتوا اوراق بحثيه، وان شاء الله النهارده هوريكم بعض الاوراق البحثيه، كل ورقه بحثيه شكلها بيختلف من جورنال للتاني او من مجله للتانيه، نظرا لايه؟ كل جورنال حاطط شويه انستراكشنز تعليمات بيقول لك ظبط لي الورقه البحثيه بقى. عارفين كده البروف ريدنج تيم والبابليكيشن تيم بالظبط في عندكم في عين شمس، هتلاقيهم كل شويه لما انت تبعت له بوست عشان ينزله مثلا للريسيرش كامبين يقول لك بقى حط لي الصوره دي، اعمل لي قص لي الحته دي، اعمل لي كلر هنا حلو مش عارف ايه، هتلاقيه بيقعد يظبط لك الدنيا. فده البراف ريدنج تيم اللي بيراجع البوست او اللي بيعمل جرافيك وبتاع. فالجورنال جايد لاينز هي الجايد لاينز اللي بتحاول تظبط شكل الورقه البحثيه لما تنزل، ملهاش علاقه انت مشيت ورقتك البحثيه ازاي، اللي بيمشيك في ورقتك البحثيه الجنرال جايد لاينز، اما دي اللي بتظبط شكل ورقتك البحثيه. يعني هنا مثلا لجنه سكورا طلعت مثلا بوست عن الاي جي ام، قروا كويس عن اف جي ام وعارفينه فهم كاتبينه، اما هنا مثلا بابليكيشن تيم بيظبط لهم الشغل عشان خاطر ينزل على البيج وهكذا، فانتوا افترضوها كده. فهنا انا عرفت كل دراسه بحثيه عندي همشيها ازاي، ولكن هنا بقول شكل ورقتي البحثيه. انا النهارده رحت اعمل سبميت في جورنال اسمه كلينيكال نيوتريشن، رفض البيبر، فروحت الجورنال تاني مثلا اسمه دايابيتس، فالجورنال دايابيتس جايد لاينز بتاعته مختلفه عن الجورنال الاولاني، فببدا اظبط ورقتي البحثيه بقى شكلها يبقى عامل ازاي عشان خاطر تتقبل في الجورنال. لو انت داخل على موقع اسمه سبرينجر نيتشر هتلاقي على ايدك اليمين صوره بالشكل ده اسمها فور اوثر، لما بتضغط على كلمه سبميت جايد لاين بيطلع لك الجايد لاينز اللي هو عايزك تمشي عليها، تكتب لي التيبل ازاي، تحط لي الفيجر ملونه ولا ابيض واسود، طب الحاجات دي كلها تمام، عدد الصفح يبقى قد ايه، الخط يبقى قد ايه، جايد لاينز كتير قوي. لو انت بتقلب على موقع السيفير بتلاقي عليه الجايد لاينز ظاهره بالشكل ده، ده جورنال اسمه كلينيكال نيوتريشن، بتلاقي هو كاتب لك جايد فور اوسر او التعليمات بتاعه الاسر، لما بتضغط عليها بيظهر لك صفحه زي دي، والصفحه دي كبيره وبيبقى فيها تحت حاجات تانية كتير، يقول لك التيبلز هتكتبها ازاي، المراجع بتاعتك هترفعها ازاي او تحط لها انهي ستايل وحاجات كتير. فدي تبقوا فاهمين الفرق بين الجورنال جايد لاين والجنرال جايد لاينز. بالمثال يتضح كل شيء، خلينا ناخد اكزامبل على الجنرال جايد لاين. انا اهمني ان انا اتكلم عنها مع سيكشن الميثود. ليه؟ اشمعنى مع سيكشن الميثود يا منار؟ لان سيكشن الميثود زي ما قلت لكم بيبقى تحت
بيحطوا سب تايتلز صغيره، عناوين تانية فرعيه، هو مش بيبقى عنوان قائم بنفسه. يعني ده مثلا البايريزما جايد لاين، البايريزما دي قلنا بتاعت مين؟ بتاعت سيستماتيك ريفيو. فتلاقيه هنا بيقول لك انت هتمشي السيستماتيك ريفيو بتاعك ازاي. اول حاجه هتعمل بروتوكول وتعمل له ريجستريشن، ودي خطوه مش اجباريه، ممكن تعملها ممكن ما تعملهاش. تاني حاجه بتحدد دي لو انت عايز تعمل حرفيا سيستماتيك ريفيو امشي مع الجايد لاين هيقولها لك، يعني حرفيا انت عايز تعمل دراسه انت مش فاهم بتتعمل ازاي، امشي مع الجايد لاين. تاني حاجه بيقولها لك اختار كريتيريا، ناس تبقى معاك في الدراسه، ناس تستبعدها من الدراسه وخلاص. فانا كده كونت سؤالي البحثي اللي هو طبقا للبايكو اللي اتكلمنا عليها. طيب بعد كده قلت هاخد ناس معايا في الدراسه وهستبعد ناس، فانا كتبت البايكو كريتيريا بتاعتي. تمام. تاني حاجه بيقول لك شوف هتختار انهي داتا بيسز تبحث عليها، اختار الانفورميشن سورسز. احنا عارفين ان السيستماتيك ريفيو هو سكندري ستادي. يعني ايه سكندري؟ طبقا لنوع الداتا، نظرا ان هو بيجيب بيانات تم تجميعها، يعني هي نشرت بالفعل في برايمري ستادي، بيجمع مثلا 5 6 كلينيكال ترايل، كوهارت ستادي بيشتغل عليها، كيس كنترول ويشتغل عليها وهكذا. فهو بيبقى مجمع عدد من الدراسات طبقا للخطوات اللي احنا بنمشيها. فهو بيجمع الدراسات دي من خلال ايه؟ ان هو بيبحث على داتا بيزز زي باب ميد، كوكرين، لايبراري، السكوبس، ويب اوف ساينس وخلافه. فهو بيبحث على الداتا بيزز دي ويبدا يشوف الريزلتس بتاعته. فهو بيقول لك تعمل ايه وتبحث على انهي داتا بيز. بعد كده هتسيرش، عشان تسيرش على المواقع دي بيقول لك هتكون حاجه اسمها سيرش استراتيجي، خطه بحث تبحث بيها مش اي حاجه كده وخلاص. طيب بعد ما تبحث الدراسات بتاعتك اللي هتطلع لك، هيطلع لك الاف الدراسات، لا انت هتختار حاجات معينة، فبتعمل سكريننج، خطوة فحص، تفحص الدراسات دي طبقا للكريتيريا اللي انت حطيتها فوق، ان في حاجات معاك وحاجات هتستبعدها. تبدأ بقى تشوف ايه اللي يبقى مكمل معاك وايه اللي تستبعده، ازاي تعمل داتا كوليكشن للبيانات بتاعتك جوه الدراسة، الدراسات اللي انت طلعت في الاخر معاك هتجمع بياناتها ازاي، ايه الايتمز او الفاريبلز المتغيرات الرئيسية اللي انت هتعتمد عليها وهكذا. فانتوا شايفين ميثود بتاعت الجايد لاين بتاع البايوريزم شرح لك كل خطوه. اولا انت لو استعنت بيها في ان انت تشتغل هتلاقيها بتشرح لك خطواتك بحثيه مظبوطه وازاي تمشي البحث بتاعك، واولا هتفهم بحثك بيتمشي ازاي. تاني حاجه انت لما تيجي تكتب بتعتمد على نفس العناصر دي. يعني انا وانا بكتب البحث بتاعي بكتب في السيستماتيك ريفيو بتاعتي الاليجيبيليتي كريتيريا بتاعتي كانت ايه، الانفورميشن سورسز كان، اكتب سب تايتل كده وابدا اشرح بقى تحته اللي انا بالفعل عملته. فبالتالي في الكتابه بتبقى بالشكل ده. تمام. طيب ده اكزامبل. كمان اكزامبل لي دي الجايد لاين الخاصه بالكلينيكال ترايلز. تمام. سيكشن برضو الميثود هو طبعا بيبقى بي دي اف كبير، سكشن بتاعت الدراسه كلها، تايتل، ابستراكت، ويقول لك تكتبهم ازاي، انتروداكشن تكتب فيها ايه، ميثود تكتب فيها ايه، ريزلت تكتب فيها ايه وهكذا. بيبقى موضح لك كل سيكشن ويقول لك تكتب فيهم ايه. فاحنا بس بنركز على سيكشن الميثود دلوقتي. سيكشن الميثود هتلاقيه بيقول لك اول حاجه عايزك تتكلمي فيها تشرح لي الديزاين بتاع الدراسه بتاعتك دي ايه، راندوم كنترول ترايل كروس سيكشن ستادي، تشرحها لي، تقول لي مين البارتيسيبنت. احنا برايمري ستادي، فبرايمري ستادي يعني انا بشتغلها على اول مره، يعني بشتغل على هيومن. تمام. كلينيكال ترايل بتشتغل على هيومن، فانا هشتغل على هيومن، فالهيومن دي لازم اقول له ايه الاليجابيليتي كريتيريا، يعني ايه الانكلودنج والاكسكلودنج كريتيريا، هاخد الناس معايا في الدراسه على اي اساس. زي الدراسه اللي فاتت انا كنت باخد الناس اللي عندها سوراسز ارثرايتس، طب لو الناس عندها اي نوع تاني من السوراسز مثلا مصادفيه مستبعدها مثلا، واخد بس اللي عندهم سوراسز ارثرايتس، فحدد الكريتيريا بتاعتي. تمام. الانترفينشن انا مثلا هستخدم الابره، فالابره ده هستخدمه بانهي جرعه، والرود بتاعه هيكون ازاي، اورال ولا اي في ولا اي ام، ولا هيبقى ماشي ازاي، والدراج ده طبيعته جوه الجسم بيشتغل ازاي، اللي هو الميكانيزم بقى والكلام بتاع الفارما ده. فانت بتشرح الانترفنشن بتاعك وكمان بتشرح الكنترول، بتقول له في الميثود انت هتقيس ايه وايه النتائج اللي انت، ايه هدفك الاولي وايه هدفك الثانوي، يعني انت ايه الحاجه اللي انت كنت عايز تقيسها من الاول وايه اللي النتائج بتاعتك طلعت بيه في الاخر. تمام. حجم العينه اللي كانت معاك في الدراسه، السامبل بتاعتك انت معاك مثلا 1000 شخص 2000 وهكذا. هي راندوم ترايل، فالراندوم دي بيبقى ليها نوع من انواع التوزيع العشوائي او الراندمايزيشن،
بنوزع الناس في الدراسة كده توزيع عشوائي. عارفين احنا كنا بنلعب واحنا صغيرين، بنجيب جنيه ولا نص جنيه ونقوم جايين خابطينه كده ملك وكتابة. فده نوع من مثلا من انواع التوزيع الناس، الناس اللي بيجي لها ملك تروح في جروب الانترفنشن، الناس اللي بيجي لها كتابة تروح في جروب الكنترول. فده راندوم اللوكيشن او توزيع عشوائي للناس في الدراسة. فانت هتقول له انت عملت التوزيع ده ازاي؟ التوزيع ده مثلا ممكن يحصل بكمبيوتر او ببرنامج. زي ايه مثلا؟ زي مثلا برنامج على الكمبيوتر يوزع الناس عشوائيا، يقول الناس دي تدخل في الدراسة والناس دي تخرج. زي ايه؟ عارفين كده الناس في الحج تلاقي ناس بتتقبل وناس ما بتتقبلش، بس كله بيبقى مقدم. فاللي بيتقبل ده طبقا لان الكمبيوتر بيبقى كمبيوتر وبيختار الناس. فده برضه نوع من انواع الراندمايزيشن. فلازم تشرح له انت الراندمايزيشن بتاعك او التوزيع العشوائي للناس في الكلينيكال ترايل حصل ازاي. بعد كده تقول له الاستاتستيكال ميثود، الاستاتستيكال اناليسيز اللي انت هتمشي عليها وهتمشي عليها ازاي، والهدف منها في الاخر هتقيس ايه. فكده احنا شرحنا في مقدمة قبل سيكشن الميثود، وعرفنا الفرق بين الجايد لاينز العامة والجايد لاينز بتاعت الجورنال. فسيكشن الميثود كسيكشن الهدف منه يشرح لك الدراسة دي اتعملت ازاي، حرفيا احنا عملنا بحثنا ازاي. لازم تشرح فيه بحثك اتعمل ازاي من طقطق لسلام عليكم. تاني حاجة السيكشن بتاع الميثود ده انا كمنار لما باجي اقرأه، او احمد او اي حد هيجي يقرأه بعد ما البحث يخلص، هيفهم البحث بتاعك اتعمل ازاي. فهو يبقى عنده الابيليتي انه يكرر البحث مرة واتنين. مثلا كوفيد 19 احنا بنعمل الفاكسين مثلا في بتاع فايزر، هو بس بيتجرب في امريكا؟ لا، لو انت هتجيب فايزر عندك في مصر فبتعمل فيس 3 كلينيكال ترايل، دي من الجايد لاينز بتاعت يعني توزيع او انشار الفاكسينز. يعني لازم اي دوله هتاخد فاكسين مثلا لازم تعمل الفيس 3 عندها في بلدها وتشوف النتائج بتاعتها. زي اللقاح الصيني اكيد سمعتوا ان مصر وزاره الصحه عملت فيس 3 عليه، فشافت الافكت هو فعلا طلع مثلا افكتيف، طلع في الصين افكتيف بنسبه 79%، وطلع في مصر عندنا افكتيف بنسبه حاجه 90%. فبالتالي مصر شافته انه افكتيف فتعاقدت مع الشركه بتاعت الصين وقالت خلاص هنجيب الفاكسين. فبالتالي يعني الصين اشتغلت التجربه وطلعت بنتيجه، مصر اشتغلت التجربه وطلعت بنتيجه، الامارات احد الدول برضو اللي جايه بنفس اللقاح الصيني اشتغلت التجربه وطلعت بنتيجه. هم ليه عادوا قدروا يعيدوا التجربه؟ نتيجه ان هم فهموا الميثود اللي هم اشتغلوا بيها وعارفين هم اشتغلوا بايه وازاي وكده، وبالتالي قدروا يدبلكيت او يعيدوا الدراسه مره تانية في مصر او في الامارات او في اي دوله وهكذا. ثالث حاجه احنا قلنا ان سيكشن الميثود بيبقى استراكتد بنسبه كبيره، يعني متقسم طبقا مثلا للانترفنشن التايتل، تريتمنت يا ربي، البروتوكول هل في بروتوكول ولا لا، زي حته سيستماتيك ريفيو كان في بروتوكول او لا او متسجل ولا لا، الاستاتستيكال ميثود الاناليسيز اللي هم يعملوها او التحليل الاحصائيه اللي هم يعملوها في فرقتهم البحثيه تبقى عامله ازاي، زي بالظبط اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنهم في تو اكزامبل اللي شفناهم للجايد لاينز. طيب انا بكتبها ازاي؟ اكوردنج للجايد لاينز زي ما احنا نشوف. انا بلتزم بالجايد لاين وبكتب السب تايتلز دي او العناوين الصغيره او السب تايتل دي كل عنوان، وبشرح بقى تحته انا عملت ايه. يعني مثلا الدراسه اللي كانت فوق كانت بتستخدم الابرة، فاول انترفنشن بتاعت الابرة هيدي اورال جرعه 20 ملي جرام، جرعه 30 ملي جرام وهكذا. فهو شرح لك الانترفنشن، بكتب عنوان انترفنشن بخط عريض وتحته خط وبدا يشرح لك هو عامل ازاي. طب هو ايه؟ هيعمل statistical analysis معينه، هيعمل مثلا statistical analysis يقيس فيها الافكاسي والسيفتي، تمام، وهيقيسهم مثلا بنوع من انواع التحاليل اسمه انوفا مثلا، اسمه linear regression مثلا، نوع من انواع الاناليسيس، تمام. فهو كده هيعرفني هيستخدم ايه وهيقيس ايه. فطبقا للجايد لاين انا اقدر امشي دراستي البحثيه. خلينا بقى ناخد اكزامبل لميثود سيكشن، تعالوا نفتحهم كلهم ونكبر عليهم واحده ورا الثانيه ونقراها. دي كلينيكال ترايل اللي هي احنا بتاعت استخدام الابره في علاج. على فكره بعد الميثود هناخد بريك، تمام، فعشان محدش يكون زهق. تمام، لقيتها مقسمها لي بيشنت، بعد البيشنت ستادي ديزاين، الافيكاسي ميجرمنت ده فاكتور
هو عايز يقيسه او عامل عايز يقيسه اللي هو التأثير، والسيفتي ميجرمنت، وبعد كده الاستاتستيكال اناليسيس، يعني شبه الجايد لاين، شارح الاستاتستيك وشارح هو الاوت كومز اللي هو عايز يقيسها اللي هو السيفتي والافيكاسي، وهتلاقي شارح البارتيسيبنت المشاركين، وكمان شارح معاهم الانترفينشن. تمام، فكده هو ملتزم بالجايد لاين، شارح الاستادي ديزاين كمان. بيقول لك البيشنت هم دخلوا الناس معاهم في الدراسه طبقا للكلاسيفيكيشن، في كلاسيفيكيشن كده للسوراسز ارثرايتس، زي مثلا الجريدز بتاعه الكانسر، جريد 1 و2 و3 و4 مثلا. فهم مقسمين الناس، قالوا لك الناس اللي واخده كلاسيفيكيشن معين واصلين في الجريد ده او الليفل ده يبقوا معانا، والناس اللي في الليفل تاني تبقى مستبعده. فهو بيقول لك هو خد الناس اللي بتستخدم اللي عندهم مشاكل اللي هو سوراسز ارثرايتس بليفل معين يعني، وعايزين يتعالجوا او هيتعالجوا باللي هي الموديفايد روماتويد ارثرايتس دراجز. تمام، وخلاص هو بيعرفك المرضى وبيشرح لك حاجات ليها علاقه بالمرض اللي عندهم. وبيقول لك تاني حاجه البيشنت اللي هيستبعده، هيستبعد الناس اللي عندهم ليفل تاني في الكلاسيفيكيشن او التصنيف، تصنيف مختلف، هو هنا واخد تصنيف معين هنا واخد تصنيف، هيستبعد الناس اللي تصنيفات تانية، زي مثلا لو هم مرضى كانسر واخد الناس اللي جريد واحد ومستبعد اي جريد تاني وهكذا مثلا. فيعني خليكم فاهمين، انا صراحه ما اعرفش الكلاسيفيكيشنز بتاعت السوراسز ارثرايتس، بس هو ده اللي هو موضحه في الكلام. بعد كده هو بقى بيقول لك هيستبعد الناس اللي بالفعل اصلا كانت بتتعالج بالموديفايد روماتويد ارثرايتس دراجز، لان هي دي اللي هو اصلا هيشتغل عليها دراسته البحثيه. فهو لو انت كنت بتتعالج بيه هو مش هيفيدك، ليه؟ لان انت بالفعل بتتعالج فيه، فممكن تكون اتحسنت. فاي حد كان هياخد الدواء او هياخد مثلا، او الناس مثلا عندها روماتويد ارثرايتس مرض تاني مناعي بيأثر على العظم فهو مستبعده وهكذا. فهو هنا محدد لك مين البارتيسيبنت بتاعه والكريتيريا اللي هو مقيدهم بيها ومستبعده. وهنا بقى تكمله لبقيه الحاجات اللي مستبعد الناس مثلا كانت بتتعالج. لو انتوا واخدين بالكم في حاجات كتير اخرها ماب، اي حاجه بتنتهي بماب ام اي بي معناها ان هو مونوكلون انتي بودي. مونوكلون انتي بودي مجموعه من الانتي بوديز اللي بتتصنع بره الجسم وبتستخدم في علاجات امراض كتير، ولكنها مكلفه جدا في التكلفه، يعني بتاع 11000 12000 بالمصري، بس هي فعاله جدا في العلاج كانسرز روماتويد ارثرايتس سوراسز امراض كتير، هي بتبقى فعاله فيه، وده من رحمه ربنا بينا يعني. بس هو هنا بيقول لك المرضى اللي كانوا بيتعالجوا بالمونوكلون انتي بودي هيبقوا مستبعدين. بس بعد كده بقى بدأ يشرح لك الانترفينشن، بيقول لك المرضى هياخدوا الدواء ده هياخدوه لمدة 4 أسابيع في البيزلاين كمرحلة أولى، وهياخدوا شوية دراجات تانية كمان. وبيقول لك دراج جرعته هتبقى أورال، يعني مثلا هيديهم كورتيكوسترويد هيديها لهم أورال، وهيشرح لك برضو الدوز بتاعتها بتتاخد ازاي. المفروض بيبقى شارح لك الدوز بتتاخد ازاي، كم ملي جرام كم مش عارفة ايه بالتفصيل، فهو شارح حالك. في جمله في الاخر خالص بتقول لك all patient provide right informed consent. احنا قلنا ان الفكره بتاعتنا لازم في الفينر كريتيريا تكون ethical اخلاقيه، وانا سبتها وما شرحتهاش وقلت سيبها للهنا للاكزامبل. بما اننا شغالين على هيومن بشر، فانا محتاج عشان اكون ethically اخلاقي محتاج حاجتين. اول حاجه لو انا مثلا شغال في جامعه عين شمس، فأنا لازم أخد موافقة من مستشفى الدمرداش، مستشفى جامعة عين شمس. تاني حاجة أخد موافقة من الناس اللي أنا أصلاً أشتغل عنهم دراسة، فيبقى أنا باخد موافقتين. أول موافقة بسميها ethical approval، موافقة أخلاقية، باخدها من الجهة اللي أنا بشتغل عندهم الدراسة اللي هي مثلاً مستشفى الدمرداش. تاني حاجة باخد موافقة من الناس اللي هتدخل معايا الدراسة اللي هو informed consent، سواء بقى مكتوب بسؤال هل موافق يا عم ولا مش موافق. بس فهو هنا بقى بما انها دراسه وراندوم وفيها عامل مثلا ريسك، ممكن الناس تموت ممكن تعمل، فلا هو بيجيب له الورقه ويقول له يا حاج موافق انك تشتغل في الدراسه، تمام، يمضي بقى ويكتب ان هو مقرر على ان هو يشتغل في الدراسه، عشان لو جرى له اي حاجه يبقى هو موافق، تمام، ما يودهمش في داهيه. تمام، ده بالنسبه لجزئيه الايثيكال. بعد كده جزئيه الاستادي ديزاين، تصميم الدراسه، بيشرح لك بالتفصيل فيز 3. احنا عارفين ان الدراسات اللي هي الكلينيكال ترايل فيز 1 2 3 و4، تمام، وبعد كده بقى فيز عامه بتعممه على الناس كلها عشان خاطر تشوف حاجه اسمها الكوست افيكاسي ستادي. تمام، فكده هو بيحددك هي فيز 3 راندوم
تجربة عشوائية مش نون راندوم. بلاسيبو كنترول، يعني هو عنده البلاسيبو كنترول هو اللي بيستخدمه از كنترول، تمام. الدراسة بتاعته دبل بلايند. تعالوا بقى كده يعني ايه، نشرح يعني ايه دبل بلايند، عشان وانت بتقرا اي ورقة بحثية هتقابل كلمة دبل بلايند دي كتير. اول حاجة، في ثلاث حاجات في البلايند. البلايند يعني اعمى. المصطلح ده له ثلاث تقسيمات. اول حاجة سنجل بلايند، دبل بلايند، تريبل بلايند. سنجل بلايند معناها ان الشخص بس اللي هو المريض الوحيد اللي متغفل وما يعرفش هو بياخد ايه، والدكتور ومدير المستشفى والراجل اللي معدي في الشارع الناس دي كلها عارفه هو بياخد ايه، هو الوحيد اللي ما يعرفش يعني. ده بالنسبه للسنجل بلايند. تاني نوع اسمه الدبل بلايند، لا المريض عارف ولا الدكتور عارف هو بياخد ايه، هو المريض والدكتور كده مدير المستشفى هو اللي عارف المرضى بتاخد ايه، بس لا الدكتور المعالج ولا المريض يعرفوا هم بياخدوا ايه. في نوع تالت خالص اسمه تريبل بلايند، أعمى ثلاثي بقى، لا الدكتور ولا المريض ولا مدير المستشفى يعرفوا المريض بياخد ايه. طب مين اللي يعرف؟ لا ده حد تالت مثلا، حد رابع بقى بيبقى شغال مثلا في شركة الأدوية اللي مدية الدواء ده إن هم يعملوا عليه تجربة سريرية، ومقسمة الانترفينشن جروب والكنترول جروب طبقا لأكواد. مثلا الحاج سعاد محمد واخد رقم 506، وحاج مثلا تاني اسمه محمد السيد واخد رقم 401. الحاجة الكود بتاعها ده في الورق اللي مع الشخص الرابع بيشير ان هي بتاخد جروب الانترفنشن، والحاج محمد اللي واخد رقم 405 الكود بتاعه ده او الرقم بتاعه ده يشير انه في جروب الكنترول. فكده لا الدكتور ولا المريض ولا مدير المستشفى عارف، وبيعرفوا في اخر الدراسة ان ده كان جروب الانترفنشن وده ده جروب الكنترول. طب هتقول لي ايه لازمة البلايندنج ده والعمى بقى الالوان ده وليه الناس ما تبقاش عارفة هي بتاخد ايه؟ اولا عشان خاطر حاجه كبيره قوي اسمها البايز، البايز بي اي اي اس، التحيز، تحيز في الدراسات. لو انا في السنجل بلايند عيوبه مثلا ان هو في تحيز، ليه؟ الدكتور بيبقى عارف المريض بياخد ايه، فتلاقيه ممكن رايح لبتوع جروب الانترفنشن بضحكه وش حلو كده وسعيد ومبسوط لان هو مثلا حابب الدواء يطلع حلو، بينما جروب الكنترول لقيهم مكشر في وشهم وقرفان. ليه؟ هو عارف، هو عارف هم بياخدوا ايه، فبالتالي ده ممكن يدي سايكاتري افكت على المرضى فيعمل لي مشاكل. تاني حاجة كمان، الدكتور ممكن لو عارف ان في جروب ده بياخد دواء وجروب ده بياخد دواء يروح يوزع الناس الشباب في جروب الدواء ويوزع الكبار السن في جروب الكنترول، يقول لك الشباب حتى لو ده مش افكتيف هم بقى شباب بقى وهيقاوموا، فيطلع حاول يطلع نتائج الدراسة حلوة على عكس اللي المفروض الدراسة تطلع بيه، فكده اسمها بايز، تحيز. بينما الدبل بلايند مميز كويس ان الدكتور والمريض مش عارف، فبالتالي المريض مش هيتأثر حالته النفسية ولا الدكتور يقدر يحط ناس هنا او الناس هنا انه ما يعرفش. التريبل طبعا حاجة مشددة ورهيبة جدا بس قليل قوي ما بنلاقيه، فأشهر الدراسات بتلاقي فيها الدبل بلايند. وعلى العموم برضو لو انت لسه مش مدرك موضوع البلايندنج ده، في حلقة حلوة قوي للدحيح اسمها العلاج بالصلصة كانت نازلة السنة اللي فاتت، شرح فيها حاجة اسمها الريسك اوف بايز بس بأسلوبه بقى في موضوع الراندوم كلينيكال ترايل او التجارب السريرية. ابقوا دوروا على الحلقة واسمعوها هتلاقوها مفيدة جدا وبتشرح حاجات ميديكال حلوة قوي يعني. طيب ده كده كان الاستادي ديزاين. هو بعد كده بيقول لك المرضى توزعت على ثلاث جروبات، جروب 20 ملي جرام وجروب واحد بواحد لواحد، التوزيع لكذا يعني. دي طريقة إحصائية في حساب السمع، عاد قوي إن إحنا نفهم برنامج معين بيتصاد كم جرعة ده كده الاستودي ديزاين. بعد كده بيكلمك على الحاجة اللي هو عايز يقيسها اللي هي الإفكاسي استميت، عايز يقيس الإفكاسي. هيقيس الإفكاسي بحاجة اسمها الهيلس أسوشيشن كوستشنير ديسابيليتي إندكس، يعني حاجة سكيل معين، اندكس معين كده، مجموعة اسئلة في كويستشنير هيجيبهم ويبدأ يسألهم للمرضى وتلقائي يبدأ يقيس على اساسهم وردود المرضى هل هم تحسنوا ولا لأ، او هيقيم على اساسه اللي هو شايفه هل في تحسن ولا مفيش تحسن. ده بالنسبة للإفكاسي اللي هو هيقيسه اول حاجة. تاني حاجة هيقيس السيفتي، الامان، وهل هو امن ولا لأ، فهيبدأ يشوف الادفيرس افكت او اللي هي الادفيرس افكت دي اللي هي السايد افكتس، مثلا بيحصل نيزيا، فوميتنج، دايريا، الكلام ده، فهل في اي سايد افكتس بينتج عن استخدام هذا الدواء ولا لا.
اخر سيكشن كان في البيبر دي سيكشن الاستاتستيك، بيقول لك ان حجم العينه بتاعته كان كذا 165. هم عملوا الدراسه دي بيزد اون الفيز 2، احنا زي ما شفنا في الاستادي ديزاين هي فيز 3، فبالتالي كان قبلها فيز 1 و2، فهو بيزد للفيز 2، يعني دراسه قايمه على الدراسه السابقه ليها او الدراسه السابقه ليها في نفس الكلينيكال ترايل. السامبل سايز بتاعته عددها كذا، حسبها بباور او بقوه 95%. الباور دي حاجه اسمها كونفيدنت انترفال، لو خدتوا ستاتستيك هتبقوا فاهمينها كويس، وعلى العموم برضو هنتكلم عنها سريعا في سكشن الريزلت. بس وبعد كده في حاجه اسمها بي فاليو او سيجنيفيكانت ليفل، طلع بقيمه معينه برضو هنتكلم عنه از باراميتر هنتكلم عنه. وعمل نوع من انواع الاناليسز اسمه انفوكا اي ان سي او في اي، زي الانوفا كده برضو بيتعمل، ده هو اشتغله في الدراسه البحثيه بتاعته. تمام بس فده كده سكشن او سكاشن الميثود، شفناها بتبقى مكتوبه ازاي وشفناها بتتكتب طبقا لايه، طبقا للجايد لاينز اللي احنا قاعدين نتكلم عنها بتاع الكلينيكال ترايل، هو بالفعل منفذها هنا، وقال لي الراندمايزيشن وقال لي كويشن حصل ازاي، الاناليسز الحاجات اللي هيقيسها، السامبل سايز بتاعته، اتكلم لي عن كل العناصر المهمه اللي كانت مشموله هنا في الجايد لاين. طيب احنا هنقول هاو تو ايفالويت وهناخد ريست وبعد كده نرجع نكمل. فبالنسبه لهاو تو ايفالويت بقى الريسيرش بتاعك بالتحديد جزئيه الميثود فهي كبيره شويه. قالت حاجه وفي لسه سلايد كمان بالنسبه لسكشن الميثود، فعشان نقومه او نقيمه هسأل نفسي شوية حاجات ليها علاقة بالستودي ديزاين، حاجات ليها علاقة بالإثيكال، حاجات ليها علاقة بالبوبيليشن، والسلايد الجاية حاجات ليها علاقة بالميثود كميثود نفسه. أول حاجة حاجات ليها علاقة بالستودي ديزاين، هل الديزاين اللي أنا مختاره كان واضح كلير؟ هو كان واضح إن هو بيشتغل راندوم كلينيكال ترايل، كان موضح لي في أول دراسة خالص إنه بيشتغل كروس سكشنال ستادي، فبالتالي أنا واضح بالنسبة لي. طيب تاني سؤال بتسأله لنفسك، هو الإيفيدنس ده موجود في الاي بي ام بيراميد فين؟ انا معرفش اخدته اي بي ام ولا لا، بس في حاجه اسمها ايفيدنس بيست ميديسن او اي بي ام. الاي بي ام ده الطب القائم على دليل، طبقا ليه بيتم تصنيف الدراسات في هرم بيراميد. اول حاجه في بيتم تصنيف الدراسات في الهرم ده القمه والقاع. الدراسات اللي في القمه هي الكلينيك الميتا اناليسيس والسيستماتيك ريفيو، وبعدهم بنلاقي كمان الكلينيكال ترايل، وبعدها الكوهورت ستادي، وبعد كده الكيس كنترول، وساعات الكوهورت والكيس كنترول بيبقوا في نفس الليفل، بعد كده الكروس سكشنال، بعد كده الريفيوز اللي هي الليتريتشر ريفيوز، بعد كده بنختم في الاخر بالاكسبورت اوبينيون. ولا وكمان مع الليتريتشر ريفيو بيبقى في الكيس كنترول والكيس سيرس. البيز بقى بتاعه الهرم ده هو اقل ايفيدنس والاكسبرت اوبينيون اراء الخبراء، وكمان الانيمال ستادي. فبالتالي طبقا للاي بي ام بيراميد اللي احنا لسه بنتكلم فيه ده، هل الدراسه بتاعتك كان موقعها فين في البيراميد؟ يعني هي راندوم، فالراندوم دي تاني حاجه بعد القمه على طول، هي كانت كروس سكشن، لا فهي في منتصف الهرم، فانت لازم تعرف موقع الاستوديو ديزاين بتاعك من الاي بي ام بيراميد، وهل هو كان موصوف واضح فعلا في الميثود ولا لا. احنا لما قرينا فهمنا ان هو عامل راندوم، والراندوم معموله ازاي، وايه الكنترول والانترفينشن، وفهمنا كل حاجه فكان كلير. تاني حاجه، هل هو فعلا مختار افضل سؤال بحثي، افضل استوديو ديزاين عشان يجاوب على سؤاله البحثي؟ الاسئله البحثيه مختلفه، في اسئله بحثيه بتبقى خاصه بالتريتمنت او العلاج، فالاسئله اللي بتبقى خاصه بالتريتمنت افضل دراسه تعملها هي الراندوم كنترول ترايل، بينما لو الاسئله خاصه مثلا بالايتولوجي عايزه تدرس سبب المرض، فدي يبقى افضل دراسه هي الكيس كنترول والكوهورت ستاديز. فبالتالي انا عندي طبقا لكل سؤال بحثي بيبقى في نوع دراسه مناسبه له اكتر. لو انا عايزه اقيس البريفلنس وعايز اقيس النولج والاتيتيود هعمل كروس سكشنال ستادي، فكل سؤال بحثي في بيبقى فيه له بيست ستادي ديزاين يقدر يأديه. طبعا انت مثلا كطالب ممكن تلاقي ستادي ديزاين حلو او في سؤال بحثي حلو، بس انت ما عندكش الافيلابيلتي اللي هي الفيزابل او العنصر في في الفينر كريتيريا، فبالتالي ما تعرفش انت، ما يبقاش معاك التولز، ما عندكش الخبره اصلا ان انت تعمل حاجه زي كده، ما عندكش بادجت ميزانيه ماليه، ما عندكش ريسورسز، لا عندك عياده ولا عندك مستشفى، فبالتالي مش قادر تنفذها.
فعندك مشكلة. فبتحاول تدور ان انت تعمل نفس الفكرة البحثية ولكن بسؤال بحثي تاني يعني، او نفس السؤال البحثي ولكن بستدي ديزاين تاني مثلا، فبتلجأ بقى لستدي ديزاين تاني. فانت لازم بتحاول تختار البيست ستدي ديزاين عشان تنفذ بيه فكرتك البحثية يعني. لا يعني ده طبعا الافضل. فلازم نشوف هل هم فكرتهم البحثية مثلا في الدراسة دي اختاروا فعلا افضل ستدي ديزاين ينفذوا بيه فكرتهم. اه هم اختاروا انترفنشنال ستدي قايمة على ان انا بستخدم دواء وبستخدمه في العلاج، فهو اختار ايه؟ هو اختار راندوم كنترول ترايل، فهي كدراسة فعلا مناسبة للديزاين بتاعه، او هي مناسبة كمان او ستادي ديزاين مناسب للسؤال البحثي بتاعه. تمام. طيب تاني حاجة الايثيكال، الايثيكال اللي احنا اتكلمنا فيه، هل هو خد ابروفل من الايثيكال كوميتي لجنة الاخلاقيات عنده؟ احنا هنعمل مثلا دراسة في جامعة عين شمس، فمستشفى بتاعت جامعة عين شمس، خدنا موافقة من لجنة الأخلاقيات بتاعت المستشفى ولا لأ؟ خدنا أبروفل ولا لأ؟ تاني حاجة، هل خد informed consent من المرضى المشاركين في الدراسة ولا لأ؟ خدوا موافقة منهم يبقى تمام، يبقى أنا شغلي أخلاقي. ما خدوش موافقته ما اتذكرتش، لأ يبقى أنا عندي مشكلة. طب هتقول لي الدراسة اللي فوق دي فعلا عملوا كده؟ اه هم خدوا informed consent، والابستراكت بتاعهم هو انا ما عرضتهوش ليكم بس انا كنت قارئه، فهم فعلا واخدين كاتبين في نهايته ان هم خدوا ابروفل ومسجلين رقم الابروفل وحاطينه في الدراسه. طيب فكده هم شغلهم ايثيكال. بعد كده الاستادي بوبيليشن، هل انا فعلا مختار التارجت بوبيليشن بتوعي الناس المناسبه؟ يعني انا عايز اعمل دراسه عن تاثير دواء في علاج السيروسز، هل فعلا جايب المرضى اللي عندهم سيروسز ولا رحت جبت مرضى عندهم دايابيتس مثلا؟ لا انا جايب مرضى عندهم فعلا سيروسس، فانا بشتغل على التارجت بوبيليشن. طيب انا لما جيت في الدراسه اللي فاتت دي وصف البيشنت اللي معاه، لقيته بيقول لي واخدهم طبقا لكلاسيفيكيشن معين للمرض، وخد الناس اللي عندها جريد معين واستبعد الناس التانية، خد مرضى عندهم بعض الامراض او بعض الاعراض واستبعد الناس كانت بتتعالج بادويه مختلفه. فكده هو عمل كلير ديسكريبشن، وصف كويس للناس اللي داخله معاه في الدراسه والناس اللي مستبعده من الدراسه بتاعته. ده أول سؤال. فأنت لازم تسأل نفسك وتقيم نفسك وتقيم الميثود سواء اللي أنت بتقرأها أو اللي أنت فعلا شغال في دراسة بحثية وبتكتبها. بعد كده تسأل نفسك هل أنت حسبت سامبل سايز؟ اه هم لقيناهم بيقولوا إن هم اشتغلوا فيز 2، وطبقا لفيز 2 دي هم قدروا يحسبوا السامبل سايز، وحسبوا السامبل سايز بتاعة الدراسة التالتة أو الفيز التالتة فهم حسبوه. أنت لازم تسأل نفسك أنا حسبت حجم العينة بتاعتي ولا لأ؟ السامبلينج، انواع السامبلينج، الناس اللي هنا سنه رابعه عدت على الكوميونتي، هتلاقي نوع من انواع الكونتنت اللي بتشرح في الكوميونتي اللي هو السامبلينج او الديرموجرافيكس وكده، بيشرحوا بايو ستاتستيك وبيشرحوا سامبلينج. السامبلينج ده انواع منه الراندوم اللي هو كان بيتعمل في الراندوم توزيع عشوائي، وانواع تانية حاجه زي سنو بول كره الثلج. ففي انواع كتير سامبلينج، فهل هو وضح السامبلينج بتاعه في الدراسه ولا لا؟ وفي نفس الوقت هل هو وضح وحسب حجم العينه دي ازاي وحسبها طبقا لايه؟ فلا هم وضحوا قالوا ان هم راندوم سامبلينج، ووضحوا هم حسبوها طبقا لايه، وهل الرقم اللي طلعنا بيه ده فعلا كافي ولا لا ومطابق للباور ولا لا، لان هو بيذكر ان هو عنده باور بنسبه 95% اللي هي حاجه اسمها كونفيدنت انترفال، هنتكلم عنها كمان شويه في الريزلت. حاجة كده زي حد الثقة، هي confident interval ترجمتها العربية حد الثقة. حد الثقة ده له low interval وله high interval وله في النص قيمة اللي هو الليفل بتاعه. الليفل بتاعه بقى ممكن يكون 90%، 95%، 99%، والقيمة الستاندر بتاعته هي 95%. هو بيقول لك الباور بقى بتاعتك كانت قيمتها كام. في الدراسة اللي فاتت اللي احنا كنا بنقرا الميثود بتاعتها كان بيقول ان الباور بتاعته بنسبة 95% وبس. بعد كده بيقول لك هو هيعمل الدراسة امتى، لان هو كان شارح هو هيعمل لهم فولو اب، وعمل له فولو اب لمدة كام اسبوع، والاسابيع دي 40 كل 40 اسبوع كل 8 اسابيع مش عارفة ايه لمدة كذا. السيتنج يعني مكان الدراسة اتعملت فين. احنا مثلا هنعمل دراسة في مستشفى الدمرداش، فلازم نكتب احنا في مستشفى الدمرداش، مستشفى بنها الجامعي، يبقى مستشفى بنها الجامعي ايا كان المكان اللي انا هشتغل فيه، فلازم اوضح حاجه زي كده في البيبر بتاعتي او اوراق البحثيه بتاعتي. بالنسبه للرابع سؤال، هل هو وضح الانكلودد والاكسكلودد؟ نفس الكلام اتكلمنا عنه فوق في التارجت بوبيليشن، هو فعلا وضح الاكسكلودد والانكلودد واختار الناس على اي اساس واستبعد الناس على اي اساس.
هل هو عمل انفيتيشن لناس معينة بعينها ان هي تدخل الدراسة ولا لا؟ لا هو ما عملش ده لانه عمل راندوم سامبل، فبالتالي هو مش داعي ناس بعينها تشارك، لان هو لو داعي ناس بعينها تشارك عمل سيلكشن بايز. تاني حاجة برضو كنا اتكلمنا عنها اللي هي البايز، لو الدكتور عارف المرضى بتاخد ايه وبيوزع الناس هو بقى بمزاجه ويحط ناس هنا وناس هنا وخلاف، فهو كده عامل سيلكشن بايز او تحيز في اختيار الناس في الدراسة، واخد ناس معينة ومسيب ناس معينة عشان يثبت بس ان الحاجة افكت او ان حاجة مش افكت حتى. ده كده بالنسبة لأول بارت في تقييم الميثود. تاني بارت في تقييم الميثود بتسأل نفسك هل الانترفينشن بتاعي اتشرح كويس وايه الكنترول. فاحنا لو طبقا للدراسة اللي اتكلمنا عنها من شوية، الانترفينشن كان مشروح اللي هو الابر، وهيستخدمه ازاي، جرعة 20 ملي وجرعة 30 ملي جرام، وتستخدم ازاي وقد ايه، والكنترول بتاعنا او الكومباتبر بتاعنا كان البلاسيبو، فهو كان موضحه. كمان هو كان لو الدراسة بقى observational study ملاحظية، فلازم اتكلم عن الاكسبوجر واوصفه بصورة كويسة وهقيسه ازاي، ولازم اوضح هل في relation بين او association بين الاكسبوجر والاوتكم، اللي هي بالفعل انا عايز اصلا اقيسها وعامل دراسة مخصوصة عشان اقيسهم. هقيس الاكسبوجر بتاعي واقيمه ازاي. يعني مثلا هم هناك كانوا هيقيموا الافكاسي بسكيل اندكس كده، فهل برضو هنا في الاكسبوجر بيبقى ليها سكيل؟ يعني انت عايز مثلا تشوف البريفالنس بتاع الديبريشن في المجتمع المصري، تجيب سكيل خاص بالديبريشن وتقيس البريفالنس المعدل الانتشار. فكده مثلا هتعمل كروس سكشنال ستادي، فالكروس سكشنال هي اكسبوجر وبتشوف الاوتكم، فهل الناس تعرضت لضغوطات معينة مثلا خلال حياتها اليومية أدت لهم إن نسبة الدبريشن تزيد عندهم الاكتئاب ولا لأ؟ فأنت بتحاول تشوف هتقيس الإكسبوجر بتاعك إزاي. تاني حاجة الإكسبوجر بتاعتك، الطريقة اللي أنت قست بيها، هل دي دراسة الدراسات اللي قبل كده كانت، ثواني بس عشان مش فاهمة، هل دي سيم واي اللي استخدمت في all study groups؟ لو أنت مقسم الناس في الدراسة عندك لجروبات، الناس متقسمة لجروبات، بمعنى ايه؟ انت مثلا الدراسة بتاعتك شايف ان الاكسبوجر اللي هو الاكتئاب مجموعة اسئلة بتسألها، بس حاسس ان الستات ممكن تكون مور افكت اكتر مثلا من الرجالة، نتيجة ان الستات مثلا بيعانوا من حاجة اسمها البي ام اس او البريمنستيرال سندروم، بيحصل فيها هرمونال تشينجز فتأثر عليهم، فممكن يكونوا عرضة للاكتئاب اكتر. فانت شايف ان الاكسبوجر بتاعك في جروب مثلا اولاني هيبقى غير الجروب الثاني اللي هو جروب الستات غير جروب الرجاله، فقلت كل واحد من دول هتقسمه، فبتعمل حاجه اسمها سب جروبس، بتقسم الناس لجروبات. فهل انت لما جيت تقيس الاكسبوجر بتاعك اللي هو الدبريشن مثلا الاكتئاب، قسته في جروب الستات زي جروب الرجاله؟ عشان كده هو بيقول لك هنا، هل هو مثلا لو انت مقسم الناس لجروبات طبقا لجروبات، هتقيس بنفس الطريقه في كل جروب ولا هتختلف؟ انت لازم تقيسه بنفس الطريقه. اكزامبل تاني، لو انا عايز اشوف البريفلنس بتاعت الهيرد اميونيتي، انتشار مناعة القطيع في المجتمع المصري، المناعة القطيع دي بتعتمد على الفئة اللي هتروح فيها. يعني احنا كأطباء او قطاع طبي، المناعة القطيع تنتشر بيننا باسلوب، وبين طلبة الجامعات باسلوب، وبين مثلا الناس اللي شغالين في المدارس وغلافها والطلبة باسلوب، والناس مثلا اللي هم عبارة عن جيش مثلا او سكنات عسكريه باسلوب. فكل اسلوب او كل فئه من دول في المجتمع انتشار الهيرد اميونيتي ما بينهم بتختلف، فانت كل جهه من دول لازم تقسمها لجروبس وتشوف تاثير الهيرد اميونيتي وانتشارها والبريفلنس بتاعتها في كل جروب منهم. فبالتالي لما تيجي ميجر الهيرد اميونيتي بريفلنس هتقيسه في كل جروب بنفس الطريقه، بس انت تبقى عارف ان هو هيبقى مختلف، فانت كده اضطريت تقسمهم لجروبس نظرا ان انت شايف ان احتمال يكون في اختلاف ما بينهم. بعد كده بتشوف هل في الاوت كام بتاعتك اللي انت عايز تقيسها هتقيسها ازاي، ايه هي، وتوصفها كويس زي هناك كان بيوصف الافكاسي وهيقيسها ازاي، ووصف السيفتي وهيقيسها ازاي. بعد كده بيقول لك هل الاوت كوم بتاعك اوبجكتيف ولا سبجكتيف. اوبجكتيف يعني لا يعتمد على الانسان، سبجكتيف يعني بيعتمد سواء الدراسه بتاعتك انترفينشن او اكسبوجر،
انت ممكن تعتمد على الانسان، فانت تروح تساله سؤال، تعمل له تحليل وهكذا، او ممكن ما تعتمدش عليه، فانت مجرد اوبزرفيشن بتلاحظه من بعيد، او حتى لو انت شغال اوبزرفيشن ممكن تعتمد عليه ان انت تروح تساله، وممكن لا مجرد ملاحظه من بعيد لبعيد تشوف اي تشنجز حصلت عليه. فالاوتكم بتاعك تحدد هو اوبجكتيف ولا سبجكتيف. فالدراسه مثلا اللي كانت فوق كانت سبجكتيف، سبجكتيف يعني معتمده على سبجكت هيومن، الهيومن صحيح برضو او البيشنت بيتعاملوا في الدراسات معامله السبجكت، بيبقى اسمهم سبجكتس. فلما تلاقي كلمه سبجكتس ما تتوش هم دول بني ادمين ولا مش بني ادمين، لا هم بني ادمين يعني، احنا بنسمي البني ادمين في الدراسات البحثيه سبجكتس عادي. تمام. بعد كده هل كان في بلايندنج ولا لا، اللي اتكلمنا عنه الدبل والتريبل والسنجل، في سنجل ولا دبل ولا تريبل. البايز، هل في كان تحيز ولا لا زي السليكشن بايز اللي اتكلمنا عنه، هل في تحيز ولا لا واتقاس ولا لا. بالنسبه للدراسات اللي هي اللونجيتيودنال ستادي اللي هي الكوهرت بروسبكتيف كوهرت ستادي، كان عم تعمل فولو اب، والفولو اب ده كان مدته قد ايه، وهل الفولو اب زي ما انتم عارفين الكروس سكشن الكوهرت ستادي عباره عن دراسه في اكسبوجر، وانا بحاول اخمن الاوت كوم اللي ممكن يحصل. زي ايه؟ زي انت دلوقتي في واحد اتلسع باي حاجه، فانت بتحاول تخمن اللسعه اللي هو اتلسعها دي هتاثر عليه ازاي. فهو دلوقتي في اكسبوجر وانا عايز اشوف الاوت كوم. واحد دلوقتي بيدخن، انت عايز تشوف التدخين ده بعد كام سنه، 10 سنين 40 سنه، هيعمل له ايه على اللنج. فانت شغال دراسه بتاعتك دي بروسبكتيف كوهورت، فانت بتحدد مده الفولو اب طبقا لايه، طبقا التاثير الاكسبوجر ده على مدار كام سنه هينتج عنه الاوت كوم ده. يعني انت مثلا بتقول الناس بتشرب سجاير هينتج هيحصل لها كانسر في اللنج، كمان كام سنه بقى، 10 سنين، فتبقى مده الفولو اب بتاعتك في دراسه 10 سنين، كمان 20 سنه يبقى مده الفولو اب بتاعتك 20 سنه. لازم تبقى مختار مده فولو اب مناسبه وكافية للنمو والبروجريشن بتاع المرض أو الأوت كوم، سواء هيحصل أو مش هيحصل. آخر حاجة بتقيم بيها الميثود، هل حصل لوس للناس في الفولو أب ولا ما حصلش ليهم لوسينج. لو حصل لوس للناس في الفولو أب يبقى لازم تعبر عنه، لأن ده تعتبر ميسينج داتا أو داتا مفقودة، ولو ما حصلش خلاص تمام، ولكن لا تهملها لأنها لو أهملتها يعتبر بايس أو تحيز. كده احنا خلصنا سكشن الميثود، والسكشن اللي عليه الدور هو سكشن الريزولت. اه انا بقول احنا ممكن ناخد بريك كل يعني نفصل شويه، وبعد كده نرجع نكمل، ولو انتوا عايزين نكمل تمام، بس انا هقوم اشرب ميه لان ريقي ناشف الصراحه. طب واحنا هنخلص امتى النهارده السكشن؟ يعني بصوا هو باقي الريزولت، احنا دلوقتي في الرقم 30 يعني سلايد رقم 30، باقي حاجة و20 سلايد بس مش كتير يعني قوي. إن شاء الله يعني أنا ما سمعتش أي حاجة، في صوت زن رهيب ظهر. تمام ماشي حاضر. طيب طب ما انا ماشي، طب ناخد بريك ولا ما ناخدش، انتوا عايزين ولا لا؟ تمام 5 دقايق وبعدها نرجع نكمل الميتنج وهجاوب فيها على السؤال ده. تمام بس احنا نفضل على الميتنج صح، ما نطلعش يعني؟ لا لا خليكوا على الميتنج، مجرد ميوت بس وخلاص. تمام.
بيكون اكتر من نوع. ثاني سؤال موجود في الجور هو الرابع وزننا هي ممكن تكون نومينال او اوردينال او باينري. النومينال ده حاجات ما فيش فرق ما بينها زي الجندر ما فيش فرق بين الست والراجل. ما نيجي دعوه بالفيزيكال يعني عموما بس هو كشخص